مساء الخير. مساء الخير واهلا بحضراتكم مشاهدينا، مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، جمهور النادي الاهلي العظيم في كل مكان. مساء الخير، كل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه مولده المصطفى في مدحه ليت المعاني منصفه، عليه افضل الصلاه والسلام. ينعاد عليكم يا رب بالخير واليمن والبركات وبالامان وبالاستقرار على مصرنا وعلى شعبنا وعلى جيشنا وشرطتنا وقادتنا السياسية وكل شخص في مصر محب لهذه البلد اللي هتفضل في أمن وأمان باستمرار. برحب بيكم وحلقة جديدة في البيت الكبير، بيت كل الأهلوية، من الحد للخميس من 10 الوحدة. النهاردة حلقة الويك أند زي ما احنا عارفين، حلقة آخر الأسبوع. بس خلوني في البداية طبعا قبل ما نقول لكم مين الضيوف، والنهاردة 3 ساعات هنقول فيهم إيه، أرحب بزميلي كابتن هاني رمزي. مساء الخير يا سهام. ازيك يا كابتن؟ مساء الخير عليكي. عامل إيه؟ وتاني بنقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله مصر في امن وامان طيبين. وكلنا بخير وسلام ان شاء الله. بس خلينا النهارده نتكلم على هنقول الفقرات. لا لا ما تقولش فقرات بقى، النهارده عندنا مولد النبي كل سنة ولازم نبدا طيبين. وانت بتقول لي امبارح بقى انا بحب السمسميه، فانا جبت له السمسميه عشان هو بيحب السمسميه مولد النبي. ربنا يخليك كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. ربنا يخليك. كل سنه طبعا وطيبين، وان شاء الله مصر دايما في امن وامان. خلينا نتكلم النهارده في حاله من القلق شويه، حاله من الترقب ان شاء الله، يعني هنناقش الحاله ديت لان كل كان مترقب الاتحاد الافريقي مباراه نصف النهائي، المباراه النهائيه امتى. لكن خلينا نتكلم الاول على فقراتنا النهارده. فقراتنا النهارده في البيت الكبير ان شاء الله، الفقره الاولى معانا الدكتور طارق الادور، عنده كلام كتير جدا وبتكون طبعا فقره مميزه. في الفقره الثانيه معانا الكابتن عمرو انور، طبعا زميل الملاعب وطبعا المدير الفني لفريق الشباب بالنادي الاهلي. في الفقره الثالثه هيكون معانا واحد من نجوم النادي الاهلي والقلعه الحمراء، الكابتن الكبير ماهر همام، برضه هناخد رايه في الناحيه الفنيه ونشوف كمان ايه يعني هنشتغل ازاي الفتره اللي جايه، مباراه طلع الجيش، التاجيل هيبقى بشكله ازاي، وكمان عن كواليس كتيره جدا جدا تخص الكابتن ماهر همام. طيب احنا طبعا الموضوع المهم اللي احنا لازم نبدا يعني بيه مع حضراتكم، وكلكم يمكن تابعتوه في الساعات القليله اللي فاتت، النهارده طبعا الكل كان مترقب موقف الاتحاد الافريقي بخصوص مباراه نصف نهائي دوري الابطال، ابطال افريقيا ونهائي البطوله، اللي طبعا الحمد لله فريقنا فريق النادي الاهلي اتاهل ليها، ومنتظر خلاص الفائز من سواء الزمالك او الرجاء. قرارات كتيره في وقت قليل جدا حوالين المباريات المتبقية للبطولة الأفريقية دي في نسختها الحالية، والحقيقة في كلام كتير جدا النهاردة أنه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف بيعلن مساء اليوم الخميس تأجيل المباراة النهائية لمسابقة الدوري، دوري أبطال أفريقيا في موسمه الحالي. طبعا الأهلي ومن الفائز هيجمعهم خلاص المباراة النهائية. النهاردة الكاف كان ليه بيان يعني رسمي كان بيقول فيه كلام مهم جدا اللي حضراتكم بتقولوه دلوقتي. يعني ده حضرتك بناء على طلب السلطات المصرية تم تأجيل موعد المباراة النهائية. طبعا لغاية دلوقتي المناقشات الرسمية جارية لغاية وقتنا الحالي عشان يحددوا أفضل معاد ممكن في المرحلة اللي بنمر بيها دي. يعني خلينا نتكلم بكل أمانة، النهاردة الصبح سام كان في حالة من الجدل شوية، قرارات بتطلع قرارات سريعه ورا بعض، احنا من الصبح كل تقريبا 3 ساعات بيكون فيها قرار. لكن كمان الكاف اعلن ان المواجهه تاجيل المواجهه اياب، خلاص مباراه الرجاء والزمالك اتاجلت، وبالتالي كمان مباراه النهائي الاتحاد الافريقي لغايه دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه ما قالش مواعيد جديده لاقامه المواجهه ما بين نادي الزمالك والرجاء، وكمان بالتالي المباراة النهائية اللي كان المفروض تقام يوم 6 نوفمبر بالتالي هتؤجل. في بعض القرارات طلعت انه لأجل غير مسمى، في بعض القرارات طلعت قال لا حدد التواريخ حدد بس 27 نوفمبر. فخلينا نتكلم لغاية وقتنا الحالي ما فيش ملامح واضحة لمباراة قبل النهائي الزمالك والرجاء، وطبعا المباراة اللي احنا كلنا مستنيينها مباراة النهائي ان شاء الله. بس احنا اللي عايزين نقوله برضو انه القرارات دي طلعت بعد تقارير، التقارير دي الحقيقة كانت صادرة من الصحافة. النهاردة الصبح يمكن اتكلمت هذه الصحف عن تأجيل مباراة الزمالك ضد رجاء المغرب ال 3 نوفمبر الجاي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ده خلاص في استاد القاهرة.
صحيفة المنتخب المغربية كانت بتقول أنه تم تأجيل مباراة الزمالك ضد الرجاء ل 3 نوفمبر اللي جاي، وأن المباراة النهائية الكلام ده طالع من هناك هتكون يوم 27 من نفس الشهر. احنا عارفين أنه نتيجة خلاص لقاء الذهاب كانت انتهت بين الرجاء والزمالك، انتهت كانت 1-0 طبعا للزمالك، وكانت المباراة دي بتتلعب في المركب المحمد الخامس. بس لحد دلوقتي زي ما انت قلت ما عندناش معلومات مؤكدة عن موعد المباراة النهائية. حالة زي ما بقول لك كده من القلق شوية والأخبار اللي بتطرأ سريعا كل 3 ساعات بيبقى في قرار، لكن الحقيقة الكل منتظر بصراحة، الكل منتظر الموعد النهائي للمباراتين، خاصة إن الفترة اللي جاية فيها أجندة دولية، احنا عارفين كمان فيها فترة قيد، يعني أجندة دولية في يوم 9 نوفمبر وعندنا نهاية القيد يوم 11 مع انطلاق كمان بطولة الجديدة من دوري الأبطال. يعني خلينا نتكلم ان كمان يوم 27 نوفمبر ده هيبدأ الدور التمهيدي للنسخة الجديدة من بطولة أبطال الدوري، فكلنا في حالة ترقب بشكل كبير جدا. كل ما يهمنا في الموضوع هو النادي الأهلي، هو فريقنا، هل في استفادة من التأجيل؟ انا من وجهة نظر الشخصية طبعا ما فيش استفادة من التأجيل لوجهة نظر فنية، ان النادي الأهلي دلوقتي في الكيرف العالي، اعلى معدلاته المعنوية، اعلى معدلاته الفنية والبدنية، يعني كنا نتمنى ان هذا الكيرف يستمر، لكن عشان الكيرف ده يستمر لفترة اكتر من شهر، واحنا عارفين ان في اجنده دوليه، ففي لعيبه هتروح مع المنتخبات وترجع، وبعدين يوم السبت ان شاء الله الدوري يوم السبت هينتهي تماما، وبالتالي يبقى عندك من يوم السبت لغايه يوم 27 او 28 نوفمبر ايا كان الميعاد، عندك فتره طويله جدا جدا. فانا في اعتقادي على المستوى الفني لا، احنا كنا نتمنى ان احنا في الكيرف العالي في افضل حالاتنا الفنيه البدنيه، في تناغم كبير جدا في مع اللعيبه، في ثقه كبيره جدا بعد الاداء الرائع امام الوداد، فبالتالي يعني كنا نتمنى ان المواعيد تبقى ثابته، لكن برضه هنقول عندنا ثقه في لعيبتنا وعندنا ثقه في الجهاز الفني، ان شاء الله ايا كان الميعاد امتى هنكون مستعدين ليه بشكل كويس ان شاء الله. اكيد طبعا زي ما انت قلت كده، اهم حاجه يعني الفريق وان هو يبقى على اتم استعداده، واحنا طبعا كل يوم هنا يمكن بنطمن حضراتكم على اخبار فريقنا باستمرار اللي بيستعد بمواجهه، يعني خلاص عندنا يوم السبت باذن الله اخر مواجهه لينا مع طلائع الجيش، ختام بطولة الدوري الممتاز. النهاردة موسيماني المدير الفني كان عنده محاضرة نظرية عقدها مع اللعيبة قبل ما ينطلق مران الفريق النهاردة على ملعب التتش في الجزيرة. طبعا الموسيماني كان تحدث مع اللعيبة عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة الفريق اللي جاية، طبعا مباراة أكيد مهمة أمام طلائع الجيش يا كابتن، وإن شاء الله هيتم يعني تسليم درع الدوري بإذن الله في الاستاد. طبعا معروف أن ده بدون جمهور، ولكن يعني في كل الأحوال درع الدوري الـ 42 هيسلم في هذه المباراة طبعا بعد بتبقى بإذن الله. بتبقى لقطة تاريخية طبعاً. وذكرى كبيرة جدا، ويعني من فترات طويلة النادي الأهلي بيكسب دوري كتير، لكن لقطة تسليم الدرع داخل الملعب دي لقطة خاصة جدا، وبيبقى ليها ذكريات مع اللعيبة مع الجهاز الفني ومع حتى الجماهير. يعني خلينا نروح ونكمل أخبارنا عن النادي الأهلي. طبعا كيفن جونسون ده المدرب العام للفريق الأول بالنادي الأهلي عمل فقط تصويبات خلال مران الفريق النهاردة مساء على ملعب استاد التتش. طبعا جونسون قام كمان بتقسيم اللاعبين لعدة مجموعات للانتظام في فقرة التصويب، دي طبعا كلها بتيجي في التحضير لمباراة طلائع الجيش، وبالتالي يعني كمان دور مهم جدا للمدرب العام جونسون ده، يعني راجل شكله فاهم كويس قوي وعنده علاقة جيدة جدا جدا مع موسيماني. النهاردة بيعمل تشكيلة أو بيعمل جزء من التمرين على التصويب على المرمى، وده جزء مهم جدا جدا يعني، وشفناه في مباراة النادي الأهلي، بدأ النادي الأهلي عندنا لعيبة بتصوب من بره ال 18، فكل دي عملية تحضيرية لمباراة طلائع الجيش. أكيد طبعا النهاردة كمان يمكن مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في النادي كان له مشاركة في التدريبات الجماعية للفريق. طبعا التمرينة دي كانت على ملعب التتش زي ما حضراتكم عارفين في الجزيرة. مروان لسه متعافي من أثار الإجهاد العضلي كان بيشتكي، ويمكن هو ده اللي أبعده عن أنه يشارك في التدريبات الجماعية في الأيام اللي فاتت. لما حتى كنا بنتكلم هنا كان مروان مبتعد شوية بسبب الإجهاد ده. النهاردة في بقى فقرات له، فقرات المران الجماعي بالكامل بعد ما
اتعمل برضو برنامج تأهيلي خلال الأيام اللي فاتت ده اللي أهله أنه هو يشارك النهاردة برضو يا كابتن هاني. صح طبعا. وكمان مخطط الأحمال، إحنا برضو لو بنتكلم على الحالة الفنية، لا كمان الحالة البدنية اللي ظهر عليها النادي الأهلي خلال مباريتي الوداد كان على أعلى مستوى من الحالة البدنية. النهاردة الفريق الأول فرقتنا برضو بتعمل تدريبات بدنية متنوعة في المران اللي حصل النهاردة بالليل، وحدات تدريبية متنوعة زي ما احنا شايفين. كل ديت عملية الحفاظ على الحالة البدنية، وده مهم جدا ازاي تحافظ على المستوى البدني في خلال الفترة ديت، علشان ان شاء الله بإذن الله دايما ما بنقول ان الحالة البدنية هي يعني هي الأرض الصلبة اللي بيبني عليها كمان المدير الفني الحالة الفنية للعيبة. اكيد طبعا. النهاردة كمان برضو من ضمن اخبارنا انه الفريق الاول لكرة القدم في النادي فريقنا النهاردة العصر كان بيعمل الرابيد تيست. حضراتكم عارفين انه رابيد تيست ده بديل مسحة الكورونا زي ما انتم شايفين كده، بتتم برضو قبل المباراة النهائية ب 48 ساعة، كل ده استعدادا لمباراة طلائع جيش الصور دي النهاردة، والمباراة دي هتكون في استاد السلاموين. والنهارده اللعيبه والجهاز الفني زي ما انتم شايفين اللعيبه الجهاز الاداري طبعا ده بروتوكول طبي متعارف عليه من بعد جائحه كورونا، تم تعديله زي ما قلنا للكشف عن فيروس كورونا، وده بيتعمل قبل المباريات الرسميه او قبل مباراه حتى يعني بشكل عام. 48 ساعه قبل المباراه، ويعني زي ما بنقول ده يعني بروتوكول اللي احنا ماشيين عليه، وبنطمن على لاعبتنا وبنطمن على صحتهم وبنشوف حالتهم طبعا. ده الاهم، خلينا نتكلم هو ده دايما الاهم، الحاله الصحيه للعيبه، وان شاء الله باذن الله تكون كل اللعيبه بصحه جيده استعدادا للتتويج ان شاء الله مباراه يوم السبت اللي جاي ان شاء الله، مباراه شكلها حلو ومستنيينها. ونشوف ان شاء الله الدرع الدوري بيتسلم للمره ال 42. فكل دوت مستنيين، وان شاء الله بقى يعني البطوله الافريقيه والنهائي ان شاء الله هتيجي بقى هتيجي كده كده يعني مستنيين كمان الميعاد امتى، لان ليها يعني ليها تظبيطات وليها ترتيبات معينه من الناحيه الفنيه والناحيه البدنيه. كل دوت ان شاء الله هنتابعه خلال الايام اللي جايه. هو اكيد موسيماني عامل حسابه لده، واكيد طبعا يعني ده في حسبانه بشكل كبير، ان انت يعني تعمل حسابك انه المباراه تتاجل، ان المباراه تتلعب بعد وقت. اكيد هو عنده سيناريوهات يعني متحضره زي ما بيقولوا. هو بقول لك هي العمليه ما بتبقاش بالسهوله زي انا دايما وجهه نظري ان النادي الاهلي في كيرف عالي جدا، والاهلي في اعلى مستوياته، ومن الحاله الفنيه لما بتستقر وبتلعبي ماتشات والريتم المباريات نفسه بيبقى ثابت باداء جيد، ده ممكن يتكسر، علشان نطلع الكيرف ده تاني ان شاء الله. يعني في لعيبه دوليه يوم 9 من يوم 9 ل 17 مش موجوده كتير، وانت عارفه طبعا دوليه كل لعيبه النادي الاهلي لعيبه دوليه يعني حتى عندنا علي معلول واجاي وجيلاردو وغير اللعيبه بتاعه النادي الاهلي ولاعيبه النوادي الاخرى، كل دول كانوا هيروحوا ويرجعوا. فان شاء الله باذن الله احنا بنتكلم، انا بتكلم بس جزء فني، ان هو ممكن يكسر الريتم اللي احنا كنا ماشيين بيه. لكن تاني موسيماني عنده من الخبره الكبيره انه كمان بعد الاجنده الدوليه متابعه مباريات وديه يشتغل بشكل مباشر، ممكن يكون ان شاء الله يكون خير للنادي الاهلي ان بعض اللعيبه كمان تقف على رجليها بشكل افضل. صحيح. رجوع كهربا يبقى افضل، عندنا بعض العناصر مثلا عندنا رامي ربيعه في نهايه لسه، بس رامي لسه شويه يعني ممكن جدا بقى يعني فرصه بالنسبه له ان هو يلحق، لو يعني لحق يبقى كويس قوي، يكون على الاقل موجود وسط المجموعه. فبتكلم ان شاء الله يكون خير، نستفيد من هذا التاجيل. طبعا نستفيد من أكيد التاجيل زي أكيد ما انت قلت، اكيد لازم ان شاء الله باذن أكيد. الله اكيد. خلصت اخبارنا، هنروح لفاصل، وبعد الفاصل معانا الناقد الرياضي المتميز دكتور طارق الادوار. اتفضل. اهلا بحضراتكم من جديد، اول فقراتنا في البيت الكبير ان شاء الله مع الناقد المتميز والمعلق الرائع الدكتور طارق الادور. دكتور طارق بنرحب بيك. اهلا بيك يا كابتن هاني، منورنا في البيت الكبير. ده انت اللي منور، منور بيك انت. النهارده يوم حافل، النهارده من الصبح طبعا كل الناس كانت منتظره بشكل كبير جدا قرارات من الاتحاد الافريقي الخاصه طبعا بمباراتي نصف النهائي والنهائي. وحضرتك تابعت الساعات الاخيره دي ازاي، ورؤيتك ايه للمرحله اللي احنا فيها يعني؟ الحقيقه في البدايه لازم اقول ان النهارده الحقيقه يوم من الايام الكارثيه في الكره الافريقيه. الكارثيه
يوم كارثي فعلا، يعني لان ما حدث في الاجتماع وما حدث في الايام الاخيره كلها تراكمات لاحداث كلها. انا شايف ان ربما الكره الافريقيه اللي كنا بنقول عليها فيها سلبيات ايام عيسى حياته ازدادت جدا سلبياتها في عصر الاتحاد الحالي. لا يوجد قرار في موقف مصيري اتخذ فيه الاتحاد الافريقي موقف واحد، لا يوجد قرار واحد في 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 حاجه مصيريه الاتحاد الافريقي قال هو القرار ده ومسك عليه وخلاص. فده طبعا شيء سلبي جدا جدا. النهارده تجسد كل الكارثيه في قرارات الاتحاد الافريقي الحقيقه فيما حدث اليوم من بدايه اليوم ومن خلال اجتماع لجنه بطوله الانديه اللي كانت عليها انها تشوف مواعيد جديده لنهائي ودور قبل النهائي ونهائي بطوله دوري ابطال افريقيا. ايه الكواليس اللي حصلت النهارده خلال الساعات اللي فاتت؟ يعني احنا متابعين على السوشيال ميديا، متابعين من اخبار على بعض صفحات الاتحاد الافريقي نفسها. حضرتك ايه اللي حصل بالظبط خلال الساعات اللي فاتت والتضارب في المواعيد؟ مره لاجل غير مسمى وبعدين لا في مواعيد معينه وبعدين لسه قرار نهائي ما طلعش. يعني ايه اللي بيحصل جوه الغرف المغلقه يا دكتور؟ الحقيقه اللي بيحصل بالظبط هو ان زي ما قلنا مفيش قرار اتاخد مدروس وقرار متاخد بشكل نهائي، ولكن الحقيقه هذا التضارب حدث في مرات عديده. الاتحاد الافريقي اتحط في ثلاث محكات كبيره الكاف. الاول هو كاس دوري ابطال افريقيا اللي هي بتاعت 2019، وفي هذه البطوله اتخذت ثلاث قرارات لغايه ما تعين البطل. مباراه فيها الترجي والوداد، ومباراه الترجي والوداد دي مباراه نهائيه يكتشف فجاه ان مفيش فار، يجي للهدف للوداد يثبت الاعاده التلفزيونيه العاديه ما كانش فيه فار ان فعلا الهدف كان سليم ولكن الهدف الغي للتسلل، وبعدين ينسحب فريق الوداد وبعدين تلغى المباراه ويعتبر فريق الترجي فائزا، يعتبر من وجهه نظر الاتحاد الافريقي الترجي فائز باللقب وياخده ويستلموا الكاس كمان من رئيس الاتحاد الافريقي واعضاء اللجنه التنفيذيه اللي كانوا موجودين. وبعدين بعديها بيومين الوداد يقدم في المحكمه الرياضيه الدوليه فيروح ماخد الكاف قرار تاني باعاده المباراه، قرر اعاده المباراه. تمام. وبعدين بعد ما قرر اعاده المباراه بعديها اعتمد فوز الترجي بالبطوله. يعني ثلاث قرارات في الموضوع ده. السنه دي دوري ابطال افريقيا كان موعده الاصلي شهر 5 وتاجل الى شهر 8 وبعدين اتاجل الى شهر 9 وبعدين دلوقتي التاجيل الاخير لشهر 10 والنهائي الى يوم 6 نوفمبر، تاجيل جديد سيصدر بعد ساعات لان الاتحاد الافريقي قال اجل غير مسمى. والحقيقه نشر على موقعه على 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 حساب تويتر بتاع الكاف، كاف ميديا يعني هو المسؤول عن الاعلام في الكاف، رساله قصيره موجوده باللغات العربيه والانجليزيه والفرنسيه على تويتر بناء على الاجتماع اللي تم النهارده عبر اليوم كله. قال فيه ان الاتحاد الافريقي وجد انه فور سكيورتي ريزون او لاسباب امنيه ان هو بناء على تقدير السلطات المصريه يجب تاجيل المباراه. تاجيل المباراه لامتى؟ قعدوا يبحثوا الامور، الكلام يمكن جزء كبير منه اللي احنا اتكلمنا فيه هنا صحيح. من حوالي اسبوع وقلت لك انت قلت إن كمان ممكن يبقى 19 20 على حسب بعد الاجنده الدوليه. بعد الاجنده الدوليه انت دلوقتي مش هتقدر تلعب. هو كان بيقترح الاتحاد المصري للاسف ان هم كما لو كان الاتحاد المصري برضو مش اوير وعندوش اي معرفه بما يحدث في الاجندات الاخرى، هو بس بيتكلم ان المباراه دي تتاجل من يوم 6 الى يوم 9 او 10. وهو طلب الاتحاد المصري في جوابه بشكل خاص اللي هو انكره للاسف الشديد. الاتحاد المصري هو اللي مطلع الجواب وانت اللي مطلعه ومواديه للاتحاد الافريقي. وعلى فكره بهذه المناسبه الاتحاد الافريقي لا يتلقى خطابات من اي جهه الا من الاتحاد المصري، كل اتحاد للاعلى منه. يعني الاهلي مثلا ما يقدرش يبعت حاجه للاتحاد الافريقي، يبعتها عن طريق الاتحاد المصري وبعدين المصري الاتحاد الدولي. ما اقدرش انا اخاطب كنادي او كاتحاد الاتحاد الدولي، لا انا اخاطب الاتحاد الافريقي ومن خلاله الاتحاد الدولي وهكذا، كل جهه والجهه الاعلى منه. فطبعا الاتحاد المصري بعت الجواب. طب انت بعت جواب قلت فيه ان الظروف سياسيه ايا كان هذه الظروف،
طب بتنكر ليه؟ السلطات قالت على دواعي امنيه. طيب عايزين يعني بتنكر ليه بقى ان انت يعني الموضوع ما ينفعش لا حد ينكره يعني. امبارح تصريحات المسؤولين في اتحاد الكوره لا احنا ما بعتناش جواب. امال هو الاتحاد الافريقي دارس انت اديت للاتحاد الافريقي على طبق من ذهب الفرصه انه يعمل كل الفركشه دي يعني انت بدل ما انت لا بس هو في الغالب برضه يا استاذ طارق خلينا نتكلم بكل امانه. هو الاتحاد الافريقي كان يعني هو متخبط بقاله فتره شويه و تأجيل مباراة الزمالك كان حتى الجانب المغربي يقول لك لا يعني احنا بنأجل مباراة الزمالك وبالتالي يؤجل مباراة القبل المباراة النهائية. فاحنا دخلنا بدوامة من بدري شوية. طيب تأجيل طب خلينا نتكلم في المقترحات او المواعيد اللي ممكن نتكلم انها تكون دي المواعيد النهائيه اللي هتخرج مباراة الرجاء والزمالك والمباراة النهائية. حضرتك شايف ممكن تكون امتى يعني؟ بص الكلام ده من مصادر بالاتحاد الافريقي مش هقول اسمها بس لكن هو الـ 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 حتى اللحظه دي الاتحاد الافريقي قال تاجيل الدور قبل النهائي والنهائي الى اجل غير مسمى. ولكن بعد ساعات قليله ربما بكره بالكثير هيعلن القرار باقامه مباراه الدور قبل النهائي العوده بين الزمالك والرجاء يوم 4 نوفمبر ثم المباراه النهائيه يوم 27 نوفمبر. تعال بقى نتكلم على القرار ده. نتكلم على القرار وتبعياته. انا عندي مشكله في المباراه النهائيه ان هي في ايام الانتخابات مجلس الشعب رغم انتخابات مجلس الشعب 7 و8 مش 6. فانا عايز اجل المباراه النهائيه واجلها من يوم 6 الى يوم 9. تاجيل المباراه من يوم 6 الى يوم 9 ما ينفعش. ليه؟ ايه السبب؟ ان الاجنده الدوليه والاتحاد الدولي في تحديد صريح لان كل اللعيبه الاجانب اللي هم محترفين في دوريات خارجيه عليهم الانضمام الى منتخباتهم الوطنيه في خلال فتره الاجنده الدوليه. زمان كان الاجنده الدوليه يجي يقولك ماتش واحد مثلا مصر والجزائر يوم كذا فانت بتلم اللعيبه قبلها وتنتهي الاجنده الدوليه هو ماتش واحد بس 72 ساعه يجي قبل الماتش يلعب المباراه ويمشي. مظبوط. الوقت عشان برضو ضيق الاجنده بالنسبه لعدد المباريات فبقت الاجنده بتضم ماتشين يعني ماتشين وبينهم سفريه كمان بينهم ما هو بينهم سفريه بس هو الاجنده كامله فيها ماتشين فانت بتعمل ايه؟ احنا لعبنا الجوله الاولى والثانيه قبل كورونا صحيح. وبعدين لعبنا دي الجوله الثالثه والرابعه ويبقى ناقص جوله 5 و6 هيتلعبوا برضو في اجنده واحده وبعدين تصفيات كاس العالم هنلعب في المجموعه بتاعتنا 6 ماتشات في 3 توقفات او 3 اجندات يعني دوليه يعني برضو كل توقف ماتشين كل حتى الدور الاخير اللي هو الفاصل ابطال المجموعات العشرة لما 5 يلعبوا 5 عشان تحديد الخمسه الافارقه اللي هيوصلوا كاس عالم هيتعمل في اجنده واحده برضو اجنده دوليه واحده. اذا الاتحاد الدولي حط حتى في اوروبا يجي اللعيبه تنضم. ليه هي الحكايه دي؟ ما انا مش هجيب اللعيب واضمه ويلعب ماتش ويسافر تاني وبعدين يجي لي بعدها بفتره يلعب ماتش تاني. لا انا اخليها ماتشين مع بعض حتى لو بينهم سفرين. انا شايف انه حل جيد جدا جدا يعني. طيب الاتحاد الدولي اشترط الاجنده الجايه دي من 9 ل 17 9 الصبح يكون اللعيب موجود مسلم نفسه طبعا للمنتخب. طب هتلعب ازاي يوم 9 او يوم 10؟ هو انت المواعيد اللي بتقترحها دي مش تفكر الاول هي تنفع ولا ما تنفعش. 9 او 10 دي تنفع ازاي؟ ما تنفعش لان 9 الصبح. طب هقول لك على حاجه، افرض انت المنتخب هنا قال لك مثلا عشان نخلص الازمه ماشي مستعد ان احنا اللعيبه تيجي متاخر يومين او حاجه ما فيش مشكله تمام. بس اللعيبه سيب الاجانب بقى. سيب بقى بالنسبه للزمالك بن شرقي، سيب فرجاني ساسي، سيب بالنسبه للاهلي جيرالدو، سيب بالنسبه للاهلي علي معلول، هتسيب لعيبه وخلاص مش هيلعبوا معاك. هي اهم مباراه في دوري ابطال افريقيا. اذا هذا المقترح مش موجود. طيب انت عايز تاجل المباراه النهائيه زي ما قالوا كده بالنص فور سكيورتي ريزونز، انت عايز تاجل المباراه النهائيه. طب مالها مباراه الدور قبل النهائي؟ يعني مال دي ومال يوم واحد ما هو نوفمبر. الضغط برضو من الجهه المغربيه ان لسه ما استكملش نسبه الشفاء الكامله اللي انت عارف وانت متابع ماشي. فهو الموضوع برضو في خلينا نتكلم بكل امانه في ضغط شويه من الجانب المغربي ان المباراه يعني اقدر ياجل فيها شويه علشان ممكن اللعيبه ممكن الاستشفاء يكون اكتر شويه. فالجزئيه دي جايه برضو. هنقل لك بقى الجانب المغربي اللي انت بتتكلم عنه ده. الرجاء دلوقتي هو اصلا من 30 اسم اللي في قائمته 5 مشوا
اتفضل 25 25 كان في اكتر من تمام النهارده 11 اصابه. سيبك من اللي هم بيعلنوه تمام. انا بقول لك من داخل المعسكر من مصادر يعني النهارده في كام لاعب في الرجاء جاهز؟ 18 لاعب 18 لاعب 18 لاعب يعني الاتحاد الافريقي حاطط في لائحته ان اذا توافر لدى الفريق 14 لعيب بس يلعب. هتلعب 11 و3 بدلاء حتى في النص بتاعها حتى لو كانوا حراس مرمى يعني لو كان ثلاثة منهم حراس مرمى مظبوط. يبقى اذا ايه انت اللي حاطط لائحه ومشيتها على حوريه قدام بيراميدز مشيتها على حسينيه اغادير قدام نهضه بركان في الدور قبل النهائي للكونفدراليه مشيتها على كل ليه من الوقت ما بتمشيهاش؟ اقول لك الاسماء اللي جاهزه في الرجاء: امير الحداوي حارس المرمى، بدر بنون، فابر سنجا، عبد الاله مدكور، اسامه سكهان، سند الورفالي، ايوب نناح. دول كانوا ايجابي وبقوا سلبي. كلهم دول سلبي. الياس حداد، محمد زريده، زكريا ولوان بنجومه وبن ملانجو، كل دول دلوقتي كده 18 لاعب جاهزين يلعبوا النهارده مش بكره ولا يوم واحد. يبقى اذا انت اشمعنى ما اديتش فرصه؟ يبقى انت كيلت بمكيالين. انت تعاملت في مباراتي، انا فرحت في حكايه ان هو اصر على لعب حوريه الغيني واصر على لعب حسينيه اغادير تطبيقا لمبدا ان دي مواعيد ثابته، واذا اصيب عندك لاعب فانت المقصر في اجراءاتك الاحترازيه وتستاهل اللي يحصل لك. في اوروبا حصل ايه؟ كان ناقص ماتشين، اربع ماتشات من دور ال 16 ده في الشامبيونز ليج. الشامبيونز ليج اللي فات وفاضل دور الثمانية، قالوا هنلعبه من دور الثمانية مجمع ماشي، حاطين قواعد صارمة جدا، مفيش مباراة هتتأجل، اللي عندك كورونا انت اللي هتتحمل المسؤوليات، هتلعب بأي عدد من اللعيبة في القائمة بتاعتك، كل شيء متحدد. وشفنا البطولة مشيت يعني زي السيف. اتصدق من يوم من دور ال 16 للنهائي هم 14 يوم خلصوا الدنيا كله كده، دخل الماتشات وخلصت. نفس الكلام في الدوريات الأوروبية، عندك مشكلة هتتحمل تبعاتها. الهلال السعودي مش كان عنده حالات كورونا؟ بره مشي، ما لعبش المباراة، راح بره بره البطولة، مفيش تأجيل. فأنت إما إن أنت تعمل زي ما عملت مع حورية ومع حسينية أغادير، ما تاكلش الأمور بمكيالين، وإما إن أنت مشيها بقى سبهلله كلها. يعني كنت اجلت بقى ماتش الحوريه وبعدين لعبته بعدها بكام يوم، وبعدين رحت باجل تاني ماتش حسينيه اغادير مع نهضه بركان وتاجل المباراه النهائيه. لكن انت مشيت القاعده زي اوروبا في حته وجاي هنا. والرجاء بقول بنقول وبنكرر ان عنده الان 18. اقول لك بقى ازيدك من الشعر بيت. بص بقى، محسن متولي تقريبا على بكره هيكون جاهز، سفيان رحيمي اللي هو اللي اتخبط في نكيره هيكون جاهز، عبد الاله الحفيظي نفس الكلام هيكون جاهز من بعد بكره، عبد الرحيم الشاكر وانس جبرون وزكريا الوردي اللي هما انس جبرون وزكريا الوردي اللي نزلوا بدلاء في لقاء الذهاب كلهم جاهزين. يعني اصلا على المفترض يعني ممكن ياخدوا الطياره ويجي بكره في ميعاد التقديري اللي كانت الطياره جايه فيه بكره اصلا الطياره جايه المفروض كان لو الماتش يوم واحد كانوا المفروض هيوصلوا بكره، ما وصلين بكره ميعادهم، ميعاد الطياره كانت هيوصلوا في الطياره اللي هي بتوصل من المغرب الصبح، هيكونوا بكره موجودين، بكره الصبح موجودين. هتبقى ايه؟ احنا بنتكلمنا على 18 ومحسن متولد 19 20 21 22 23 اسم. يعني انت بكره لو جه الرجاء يجي لك ب 23 لاعب، يبقى بتاجل ليه؟ هنا المشكله الكبيره اللي حط نفسه فيها الاتحاد الافريقي، عملها زي ما قلت في نهائي السنه اللي فاتت، عملها في النهائي السنه دي، وما تنساش ان عمل حاجه تانية. ده قال لك طلع قرار كان متحفظ عليه عيسى حياته سنين طويله، ان كاس الامم تتلعب في الصيف بحيث ان هي ما يعوقش اللعيبه اللي بيلعبوا في اوروبا ان هم يجوا. فانت اقررت انك تلعب في الصيف، رحت عاملها فين؟ في مصر 2019 اول مره تتلعب في الصيف. حر مش حر قلنا ماشي نعملها في الصيف، تصمد معاك مره واحده وبعدين ترجع في السنه اللي بعدها تعملها تاني في الشتاء. يعني هي لو البطوله دي كانت ما اتاجلتش بسبب كورونا كانت هتتعمل في الشتاء الجاي. يبقى انت مزبوط. ايه عملت قرار اتنفذ مره واحده. طب عايزين ندرس القرارات ديت بشكل فني شويه بقى، هيأثر سلبيا؟ يعني انت حضرتك قلت تقريبا القرار هيبقى يوم المباراه قبل نهائي الزمالك والرجاء يوم أربعة والمباراه النهائيه 27. طيب انا كنت لسه بتكلم في الانترو ان يوم 27 ده بعيد،
جدا. لا يا ريت بعيد يعني، ده كمان هيكسر يعني. انا بتكلم فنيا ان الاهلي دلوقتي في حاله جيده جدا جدا جدا، والكيرف على اعلى مستوى معنويا وفنيا وبدنيا. طيب والنادي الاهلي هيخلص يوم السبت طلع الجيش، فانت بتتكلم يوم السبت ده يوم 31، انت عندك لغايه 27، انت عندك تقريبا شهر 27 يوم. في لعيبه دوليه هتروح وتسافر وتيجي، لكن ده ما يكسرش الريتم اللي احنا كنا ماشيين عليه. الريتم العالي والاداء العالي والمعنويات العاليه دي ممكن تبقى بالنسبه لنا مشكله. طبعا ما يحدث ده تهريج. انت طالما بص، انا بتكلم هذا الكلام، لو الاهلي واحنا على قناه الاهلي اهو دلوقتي الناس بنتكلم على الاهلي، طلب تاجيل، انا اول من ساكون رافض لهذا التاجيل. طالما في اجنده احترم الاجنده. بقى انت هتخلص يوم 6 وتخلص الموسم وراح لاتحاد الكوره زائق الميعاد بتاع القيد. خلينا نتكلم بامانه يعني، مش اتحاد الكوره هي يعني في سلطه امنيه قالت لك مش هنقدر خلاص، وده احنا كلنا مسلمين تماما ان السلطات الامنيه لها الاولويه، ان خلاص احنا مش قادرين يوم 6 خلوه يوم 9 مش هيناسب لان عندنا اجنده دوليه. وبالتالي كمان الاتحاد الافريقي ما يقدرش يعمل يوم 9 وعندنا يعني السلطات قالت لا هنا عندنا الامن موجود يعني يوم 6 لا مش هينفع فهخلوها 9. فبالتالي كمان ده مأزق للاتحاد الافريقي، فهيحطوا امتى؟ طيب هو القصه كلها هتبقى امتى؟ خليني اكون امين معاك، كل احترامنا للجهات الامنيه خالص احترامنا، احنا مقدرين الموقف اللي احنا فيه ومقدرين الامور الامنيه اكيد، لكن المباراه هتتعمل بدون جماهير، والمباراه ما احنا لعبنا في انتخابات مجلس الشعب برضو اللي هي في الماتش الاهلي العوده يعني بس يا دكتور، هي انا بتكلم على جزئيه الاتحاد الافريقي. الاتحاد الافريقي انت زي ما حضرتك بتقول هو في تخبط بشكل كبير جدا، والعمليه ماشيه من اوائل 2019. شايف ان الكلام دوت ليه اجنده انتخابيه؟ يعني كل اللي بيحصل ده تحت بند في حاجه بتحصل عشان الانتخابات في الاتحاد، وانت عارف ان احمد قدم كمان اوراق ترشيحه للانتخابات اللي جايه على الرغم ان في تحفظات عليه من جانب. شايف الجزئيه دي ازاي؟ معركه انتخابيه بيتم فيها التضحيه باحد على حساب حد او يضحوا بواحد على حساب واحد؟ بص، في شقين كبار قوي في القضيه دي وانا متابعهم عن قرب. يعني الاول هو انصياع الاتحاد الافريقي التام لمصالح الكرة المغربية، ده كده زي طبع البوسطة، بص كده في كل القرارات. لا، وما حدث في نهائي الكونفدرالية كان قدام الناس كلها، النهائي اللي شفناه بين بيراميدز ونهضة بركان والمهازل التحكيمية اللي حصل. تأجيل البطولة في المرة الأولى كان لمصلحة مين؟ يعني كنا بنتكلم على هيتعمل 24-25 لقاءات العودة بتاعة الدور قبل النهائي، والنهائي 2 أكتوبر. وتأجيل ده اتسبب على فكرة في رحيل فايلر من الأهلي وكارتيرون من الزمالك، بس كل واحد برضو علشان فيروس كورونا والأعداد زادت بشكل كبير جدا في المغرب، وبالتالي تم تأجيل المباراة. هسألك سؤال، هو كورونا دي هي بس زي زمان لما كنا بنعمل لنا حاجة كده نأجل عليها المباريات في الدوري المصري بتاعنا؟ يعني عارف احنا ايه، كنا نقعد كده قاعدة عرب ونقعد نأجل الماتش ده وبعد نأجل الماتش ده ونستف ده ونعيد ده ونزيد ده، هي احنا بس اللي كان عندنا الظروف دي؟ انت عارف انت بتفكرني بايه؟ بنلعب على ميداليه اولمبيه، يقول لك اصل كان في مطر، هو التاني ده ماسك شمسيه واحنا اللي عندنا المطر؟ يعني الاسباب اللي يعني غير منطقيه، اللي هي غير منطقيه. هي احنا كنا ماشيين على المنطقيه. نمره 2، ده لاول مره في الدنيا كلها تيجي ازمه صحيه المعرض لها اكتر والمصاب بيها اكتر الدول المتقدمه في اوروبا. يعني انت عد الحالات، بص كده التصنيف، هتلاقي دول اوروبا وامريكا اللي هي اكبر دوله في العالم هتلاقيها اكتر اصابه، اكتر اصابات واكتر عدد حالات واكتر مشاكل واكتر حالات تعقدت او انتهت بالوفاه، يعني مشاكل كتيره جدا. فانت بتتكلم على اوروبا اللي هي دلوقتي داخلين بيقولوا على الموجه الثانيه وفيها مشاكل كتيره، طب اشمعنى ما اجلتش بقى؟ مش معنى دوري ابطال اوروبا زي السيف، ودوري ابطال اوروبا ده لو كان واحد كده نام في يوم حلم ان هيتفرج على ماتش دوري ابطال اوروبا بدون جماهير مش هيصدق الحلم ده، يقولك ده الحلم ده كذب. يعني محدش يصدق ابدا، لكن عشان الانتظام عملوا كل شيء ان الكوره تمشي. في حالات كورونا، وما هو كريستيانو رونالدو عنده كورونا ما لعبش خلاص، ايه المشكله؟ يعني انت بتمشي على اجنده ثابته، انت بتتكلم حاطط اجنده وحاطط لائحه ثابته تمشي عليها. ما انا ده اللي بتكلم، يعني اللي بيحصل ده ليه تبعيات انتخابيه. المغرب الاولانيه، الثانيه
هو ضعف شديد واجراءات كلها لمصلحه الانتخاب. خلي بالك ان برضو ايه هو يقعد بقى ايه زي ما احنا كده عارف قعدات العرب اللي هي بتاعت الاتحاد عندنا اللي هي ايه نعملها هنا ولا هنا، طب نرضي ده بحاجه ونرضي ده بحاجه، عارف القصص دي اهو. ايه هو يقول لك ايه طب نرضي ده بحاجه، طب يمكن برضو ايه ما الزمالك عنده مصابين طب نرضيك، ده بيتكلم وده بيتكلم وده بيتكلم ويرضي ده ويرضي ده، اما الكره فالى الجحيم. فده الواقع، الواقع الأليم جدا، الواقع الأليم جدا يعني بصراحة أنا كنت من أشد المتغاظين. أنت في شهر سبتمبر، ما بين سبتمبر وبين تأجيل البطولة من سبتمبر الأدوار الأولى إلى أكتوبر شهر كامل، وتأجيل النهائي من 2 أكتوبر إلى 6 نوفمبر يعني بعد أكتر من شهر، وبعدين تأجيل بررتها بالكورونا. طب هو الكورونا اتقطعت؟ ما هي الكورونا شغاله، اذا انت كنت لازم حطيت مواعيد وتحترمها. عارف انتهاء بطوله افريقيا في 2 اكتوبر كان هيسهل مأموريات كتيره جدا وهيخليك تخلص الكاس براحتك وعين تبتدي البطولات الجديده على نظيف، لما انت عمال تاجل. تعالى بقى المشكله الاكبر، القوي ده هو الاتحاد الافريقي ده نفسه مش عارف جدول نفسه. الاتحاد الافريقي حدد مواعيد قبل كده مسبقا لفترة القيد الأولى من 10 إلى 21 أكتوبر، وحدد انطلاق بطولات دوري أبطال أفريقيا الجديدة النسخة يوم 27-28 ذهاب الدور التمهيدي. زمان كان الفرق اللي هي المصنفة الأولى ما بتلعبش الدور التمهيدي، ما بتلعبش الدور التمهيدي يعني بتبدأ دلوقتي من الدور 32. خلي بالك دلوقتي عشان عدد الفرق زاد، هو خلي بالك أنا برضو عايز أشرح للناس حتة مهمة جدا، ان المفترض لو كل الفرق جت، كل الفرق الممثله لافريقيا جت، انت كل الفرق كبير وصغير هيلعب الدور التمهيدي، هيلعب من الدور التمهيدي. ليه بقى هيلعب من الدور حتى التمهيدي؟ حتى النادي الاهلي لو حتى طب ما الاهلي لعب التمهيدي، هو الاهلي مش لاعب نادي اطلع بره والزمالك لاعب نادي جديد كده في الادوار دور ال64. ليه؟ لان كان مفيش العدد في قائمه ال64، هو الدور الاول اللي هو الدور التمهيدي الاول ده هو دور ال64، دور الثاني اللي هو دور ال 32 اللي هم قبل دوري المجموعات، اللي هم قبل دوري المجموعات. فالدورين دول اصلا اللي هم دور ال 64 ودور يفترض ان انت عندك ال 64 فرقه، فبتلاقي كده بعد ما بتجيب كل الفرق، وانا على فكره عندي الفرق اللي هتلعب في دوري ابطال افريقيا الجاي اللي هو لسه ما خلصش اللي قبليه فانت عندك كده ممكن تلاقي مثلا عندك 62 فريق دلوقتي، يبقى كام فريق هيطلعوا بره الدور التمهيدي؟ فريقين بس. يعني ممكن الاهلي والزمالك، لان التصنيف اللي بيتحدد على اساسه مين يطلع بيصنف الانديه وبيبتدي اعمل جدول الدور التمهيدي وكده، هذا التصنيف يبنى على ايه؟ على اخر خمس سنين، اخر خمس سنين بطولات في البطولات مزبوط. بيتحسب نقاط كل سنه، وبعدين اجي السنه الاخيره لانها السنه الاحدث، السنه القريبه قوي اللي المستوى قريب فيها، اضربها في خمسه. يعني لو انا مثلا فرض فريق خد دوري ابطال افريقيا السنه اللي فاتت اللي هي اللي عدت دي الترجي، المفترض الفريق ده دخل البطوله دي واخد 6 نقط من مشاركته في دوري ابطال افريقيا، عشان هي في السنه الاخيره تتضرب في 5 يعني 30 نقطه. السنه اللي قبلها مثلا فرقه وصلت لدور الثمانيه يعني هتاخد 3 نقط، وهي قبلها بثلاث سنين تتضرب في 3 بس، يبقى ياخد 3، تتضرب في 3 ياخد 9. يعني هم كمان انك توصل المباراه النهائيه وتاخدها ده بيديك ادفانتج ان انت كده كده يبقى عديت الدور التمهيدي بالظبط. لكن انت لعبت في الدور التمهيدي. طب افرض دلوقتي الاهلي والزمالك مثلا اللي هم مرشحين ان شاء الله باذن الله يعني ان هم يلعبوا في النهائي، ما كانوش في التصنيفات لا اول ولا ثاني ولا ثالث طبقا للنقاط، لان الوداد عنده نقط كويسه اكتر من الاهلي دلوقتي، والرجاء موجود في التصنيف، والزمالك موجود برضه في التصنيف بحكم ان هو فايز باخر كونفدراليه. انت التصنيف ده لاخر خمس سنين بس عشان الناس اخر خمس سنين فقط. في الشامبيونز ليج ما بتكلمش على التصنيف من الاول لافريقيا، لا الاهلي بنتكلم على خمس سنين فرق كبير في كتير قوي، فاحنا بنتكلم على اخر خمس سنين دي. ممكن افرض الاهلي والزمالك طلعوا بره وهتلاعب، هتلعب الدور التمهيدي، هتلعب نهائي افريقيا ولا هتلعب البطوله الجديده؟ ادي واحد. اثنين، انت حددت فتره القيد من 10 ل 21 اكتوبر فتره القيد الاولى، طب هتأيد ازاي في البطوله الجديده اذا كان انا النهائي عندي لسه؟ هتلعب بقى بقيمتين، قايمه قديمه تلعب بيها دوري ابطال افريقيا 27، وقايمه جديده هتلعب بيها دوري بطوله افريقيا الجديده اللي هتلعب في نفس اليوم ازاي؟ هل هتأجل البطوله؟ ده انا معايا مواعيد البطوله اللي جايه كلها من دور 64. خلينا حط نفسك بقى انت
يعني وكده كده اتفرض عليك مثلا التأجيل، انت شايف ان الموضوع يمشي ازاي؟ يعني انت تقترح ايه المواعيد اللي يعني انت دكتور يعني هتقول ان احنا المفروض كنا نلعب في الاجنده الدوليه ولازم القرار يتنفذ وكل حاجه تمام. هقول لك على حاجه اتناقشت، قول لي حاجه اتناقشت هناك وكان ممكن تبقى كارثيه برضو اكتر. كارثيه برضو. ايه اللي اتناقش هناك؟ قال لك طيب مش انتوا عملتوا قرعه واديته المصرف استضافه المباراه النهائيه؟ طيب خلاص بلاش تروح للمغرب، يعني ممكن يبقى الاهلي والزمالك بيلعبوا في المغرب. يبقى اذا انت اللي حطيت كل المشاكل دي. انا بقى كنت اشوف ان انت ممكن كنت تروح المغرب، ولانكش لو انت بتسالني انا حطيت ميعاد واجلته خلاص ده اخر تاجيل 31 العب والعب المباراه النهائيه يوم زي ما هي يوم 6 تخلص منها يوم 6 القيد الجديد وتلعب دوري ابطال افريقيا الجديد. كانت عايزه ترتيب افضل من شويه، لكن خلينا برضو يعني انا شايف برضو مش هقول بعض العذر الاتحاد الافريقي، لكن كميه الضغوط شويه وكميه المناقشات اللي حصلت اخيرا وكميه التاجيلات ومن الجانب مثلا الرجاء شويه وبعدين النادي الزمالك بعد لا مانع علشان الرجاء عنده فقال لك اوكي الاثنين مش ممانعين. هي دي كانت المشكله الاولى. ما انا بقول لك يعني زي ما يعني انت لو لعبت كنا خلصنا وروحنا كنا خلصنا. بس خلينا نتكلم على جزئيه تانية، وزي ما بقولت ان احنا بنستعد لطلاع الجيش كانت استعداد للمباراة النهائية. دلوقتي انت شايف ممكن شكل الاستعداد لطلاع الجيش يتغير؟ يعني كنا بنتكلم ان لا ممكن يلعب بالولاد الصغيرين، ممكن الفكر يختلف شوية. وتقول لي برضو يا دكتور رؤيتك ايه للفترة اللي بعد كده؟ ما انت الفترة اللي بعد كده مهمة جدا كمان، عشان انت عندك اجندة دولية وعندك كمان ما عندكش دوري، فممكن نشتغلها ازاي؟ يعني تشتغلها ازاي؟ انا هقول لك. هو طبعا اولا ماتش طلائع الجيش ده الناس ايه مقلله من اهميته شويه، ان هو خلاص الاهلي خد الدوري بقى لنا سنه الاهلي خد الدوري وخلصت الليله كلها. لكن ماتش الاهلي والجيش ده ممكن يدخل هذا الموسم بالنسبه للنادي الاهلي هو اعظم موسم في تاريخ الدوري منذ بدايته في موسم 48 9. ايوه في حاله ايه بقى؟ في حاله فوز الاهلي على طلائع الجيش. الاهلي بيلعب على اربع ارقام قياسيه وحقق اوريدي السنه دي اوريدي حقق سبع ارقام قياسيه. لو حقق الاربع ارقام دول يبقى وصل الى 11 رقم قياسي في سنه واحده. الموسم التاريخي اللي كان بتاع الاهلي 2016 2017 اللي هو بتاع حسام البدري اللي خد فيه الدوري، هذا الموسم الاهلي عمل فيه ست ارقام قياسيه، ولكن الموسم ده يضرب جميع يعني لو ان شاء الله في حاله الفوز هيبقى عندنا 11 رقم قياسي في السنه دي. بس يحقق ايه بقى؟ ما انا هقولهم لك. أيوة الاهلي لو الناس برضو تعرف الارقام القياسيه دي، يعني حقق 6 في ايه، ولو ان شاء الله يوم السبت حققنا الفوز كمان في اربع او ثلاث ارقام قياسيه. اربعه. اشرح لنا كده السته الاولانيين. هقول لك الاول اللي هم الاهلي لو طلائع الجيش لو ماشي اوكي لو فاز على فريق طلائع الجيش نمره 1 هيكون الفوز رقم 28، اعلى عدد من الانتصارات في تاريخ الدوري، يعادل الرقم بتاع 2018. يبقى كده عمل رقم قياسي تاني معادل وعادل رقمه الشخصي. نمره 2 ان الاهلي عدد نقاطه 86، لو فاز هيوصل ل 89 نقطة. اعلى عدد من النقاط وصل له فريق في تاريخ الدوري ايا كان عدد فرق الدوري حتى في تاريخ الدوري كله، في تاريخ الدوري 88 نقطه مسجل الاهلي. يبقى الاهلي الفوز يرفعه ل 89، اعلى عدد من النقاط في التاريخ. ادي 2. نمره 3 الاهلي مسجل 71 هدف واعلى عدد من الاهداف في تاريخ الدوري في موسم واحد. ال 71 دول ثاني افضل رقم للتهديف. افضل رقم كان كام سنه 75 كام؟ سنه كام؟ بتاعه 2018 75 هدف، يبقى فاصل 4 اهداف. الاهلي لو الاهلي على فكره تعادل في الفتره دي ثلاث تعادلات سلبيه، يعني لو كان جاب حتى في كل ماتش جول كان زمانه ضرب الرقم. فلو جاب اربع اهداف يعادل الرقم، لو جاب اكتر يكسر الرقم. الحاجه بقى اللي هو الاهلي عملها من قبل كده ويؤكدها في هذه المباراه هو اكبر فارق اهداف في تاريخ الدوري. الاهلي وصل لبلس 63، بلس يعني زائد 63. يعني ده الفارق ما بين الاجوان اللي جت فيه 71 جاب وعليه 8 يبقى زائد 63، اعلى فارق اهداف تحقق في تاريخ الدوري
في موسم 74 75 لما الاهلي ساعتها سجل 70 هدف وجه مرماه 9، يعني كان 59 هدف، 59 هدف في الموسم بلس. ده بالبلس. فانت ايه من 59 ل 63 يعني ضربت الرقم باربع، يعني عشان الرقم ده يطير ده لازم الاهلي يخسر 5-0، يخسر في المباراه دي. فكل الاحوال الاهلي ممكن يطور هذا الرقم، وانك تضرب رقم قياسي صامد زائد 59 ده من سنه موسم 74 75 تضربه مش بهدف، لا ده انت تضربه باربع اهداف وممكن تزيد. وزي انا بتفق معاك، يمكن كمان في مباريات تعادلنا فيها، في مباريات يعني كنا احرزنا مثلا هدف، حتى لو طلع التعادل 2-2 او حاجه ده كان بالظبط ده كان هيوصلنا للرقم اللي احنا عايزينه يوم طلع الجيش يعني. مظبوط. وكمان ان مراسم كمان الاحتفال، يعني اول من فترات طويله ما شفناش الدوري برضو بيسلم على ارض الملعب بالظبط. الدرع دي يعني احنا ما شفناش من زمان، كل مره يقول لك اصل الدرع بينظفوه وبيحطوا عليه شويه جاز الاوتيل، يقول لك ابعتوه على الاوتيل. ايوه يعني دي لقطه كمان على فكره بتبقى ذكرى جميله جدا للعيبه والجهاز الفني. هقول لك حاجه، الدوري الانجليزي السنه اللي فاتت كان مش اللي فاتت دي اللي قبلها، الموسم اللي قبليه اللي هو 2017 2018 كان ليفربول حسم مانشستر سيتي الدوري عن ليفربول بفارق نقطه، وكان ليفربول جايب 96 نقطه ومانشستر سيتي جاب 97 نقطه، تخيل الفريق جاب 96 نقطه وما خدش الدوري. فاحتمال ليفربول يفوز بالدوري واحتمال مانشستر سيتي يفوز بالدوري، قيموا الموقف قال لك ايه مين الاقرب، ده مانشستر سيتي عشان سابق بنقطه لو فاز هيكسب، يبقى نجيب اللي هي الكاس اللي هي بتاعت مش درع عندهم الكاس الكبيره اللي ايوه البريمير ليج، البريمير ليج دي نحطها في ملعب مانشستر سيتي ونعمل صوره طبق الاصل نحطها في ملعب ليفربول، لو كسب ليفربول ياخد هو الشكل ده، الناس مش عارفه ده اصلي ولا فرق، بس هو يوم احتفال. حصل معانا في نفس الموقف بالنسبه لي موسم 94 95 كان المباراه معك. كنا احنا كنت بلعب مع فيردا بريمن واحنا كان عندنا مباراه في ميونخ مع بايرن ميونخ، وكان دورتموند هو احنا كنا سابقين بنقطتين او نقطه اعتقد، يعني احنا بالنسبه لنا نتعادل ناخد البطوله، وكان في نفس الوقت دورتموند كان بيلعب هانوفر او هامبورغ، وكان عاملين كده نسخه من الدوري للاقرب كانت موجوده في ميونخ ونسخه طبق القصر موجوده في دورتموند وطبعا لسوء الحظ احنا اتغلبنا المباراه ديت ودورتموند كسب واستلم الكوبي، لكن هو طبق الاصل هو الصوره بالظبط، انا الصوره دي نفسها بالظبط، انا الوقت البتاع دي انا عارف اصليه ولا خلاص، ما انا احتفلت واللعيبه عاشت الفرحه وكلام من فده مهم جدا جدا جدا. اليوم ماتش طلع الجيش، عايز اقول لك بسرعه بس الارقام اللي اتحققت فعليا، الاهلي حقق الدوري للمره 42 في 61 مسابقه، ده رقم عالمي لان النسبه تقترب من 70% حوالي 69% من الارقام، ده اعلى نصيب من الفوز بالدوري في التاريخ. نمرة 2 ان الاهلي عمل اكبر كلين شيت لحارس مرمى اللي هو الشناوي 24 مباراة، فكان الرقم لشريف اكرامي 23 مباراة، ده رقم برضو في تاريخ الدوري المصري هو الاعلى. الاهلي عمل اعلى كلين شيت كفريق لان مش الشناوي هو اللي كان، اما الشناوي اصيب فخرج لغايه المباراه رقم 28 في الدوري، دخل علي كان لاعب هو، اما دخل علي لطفي كمل ان الاهلي كان كلين شيت في اخر ماتشات برضه، فالاهلي وصل ل 27 مباراه كلين شيت. اذا كمان لم تهتز شباكه في مباراه طلائع الجيش يرفع الرقم الى 28. بص يا دكتور، انا كل ما بتقول الارقام القياسيه ديت انا بفكر ان الموسم هذا الموسم الاستثنائي، وكل الارقام الكبيره اللي عملها النادي الاهلي والنجاحات اللي عملها النادي الاهلي، اختيارات مجلس الإدارة في وقت صعب جدا لموسيماني في ظرف صعب جدا، انه بيوفر انه بيتعامل مع ملف تغيير المدرب بمهنية واحترافية كبيرة جدا، ان بايلر بيمشي وفي اليوم التالي بيكون موسيماني اللي في اعتقادي كان اختيار اكتر من رائع على المستوى الشخصي وعلى المستوى المهني. مزبوط. كان اكتر من رائع. الموسم الطويل والتحديات الكبيرة اللي مر بها مجلس إدارة النادي الأهلي، وأنا بتكلم على مجلس الإدارة بتكلم كمان عن اللعيبة والجهاز الفني، لأنه بيبقى فيه شوشرة مع كل التحديات الكبيرة ديت، الأرقام دي مذهلة. يعني أنت بتتكلم على موسم استثنائي من ناحية الفنية ومن ناحية الأرقام ومن ناحية النجاحات،
حاجة يعني عندنا كورونا واستأنف دوري، وبعدين في وسط وقت صعب جدا بيبقى فايلر بيمشي، انت بتجيب مدرب على اعلى مستوى بتوصل للدور قبل الدور النهائي خلاص للبطولة الافريقية، بتاخد دوري ولسه موجود في الكاس، فهتحقق ان شاء الله الثلاثية. فكل دوت بصراحة يعني حاجة تحترم اولا للمنظومة الكبيرة وكان النادي الاهلي على رأسها طبعا الكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته، وكمان على المستوى الجماهيري السبورت لهذا الكيان، لان كان مرينا بفتره طويله جدا كان في بعض الناس وبعض الاشخاص وبعض يعني الكيانات بتحاول تهد في هذا الكيان. طبعا هو بص احنا بنمر بفتره سيئه جدا من انعدام الاخلاقيات العامه في الحوار، وكل كلمه تتأول، كل صحيح. كلمه تقولها تتأول، يعني لو قلت يا اخي انا بص هقول لك على حاجه، كتبت مقال على منتخب الناشئين الشباب اللي هو اللي ماسك ربيع، كابتن ربيع الحقيقه كابتن ربيع انا كنت قاعد معاه وشوف شفت الفرقه، الراجل يعني غلب بيقول لك انا عندي بيجاهد معيش 19 لاعب، يعني انا اصلا ايه معايا 7 لعيبه من اصل مثلا 30 لعيب مختارهم، فالكلام ده انا بقول ايه، طب يا جماعه ساعدوا الراجل، لان دي برضو احنا رحت مستعرض التاريخ بتاعنا اننا ازاي بعدنا عن ساحه منتخب الشباب، ان احنا كنا ابطال افريقيا والجيل الاجيال الذهبيه اللي هو اخر جيل ليها 2013 ربيع ياسين لما خد بطوله افريقيا وتاهل لكاس العالم، وقبليه 2003 بتاعت حسن شحاته اللي هم الجيلين اللي صنعوا تقريبا نص منتخب مصر في الاوقات دي، وبقول كده يطلع يقول لك ايه، هو انت عشان في لعيبه كتير من الزمالك اللي هم اسامه فيصل وحسام لازم تتأول، لازم تتأول اي حاجه تقولها، اي تقول اي حاجه، قول التأجيل الله لا ارفض التأجيل، شوف عشان اهلاوي، شوف عشان زملكاوي، شوف عشان ده بقى للاسف السمه غالبه جدا ان احنا بنشخص الامور وبندخل اهلي وزمالك في كل حاجه حتى منتخب مصر، بس خلينا احنا في الاهلي خلينا في النادي الاهلي. عندك ارقام لموسيماني مثلا، انت موسيماني خلال الفتره كان عمل ارقام ممكن تقارنها ببدايات مثلا جوزيت، ببدايات ان شاء الله بيكون مدرب على مستوى كبير يقعد معانا فترات طويله. رايك الفني كمان في موسيماني الفتره اللي قضاها مع النادي الاهلي وشايف مستقبله ازاي؟ شوف هقول لك، فاكر احنا لما كنا في حلقه من فتره كده كنت بقول لك ان موسيماني دايما عشان تحكم على المدير الفني بتدي له 10 مباريات، هو لعب حتى الان ايه 3 مباريات في الدوري ومباراتي الذهاب والعوده 5 مباريات، المفروض نظريا لسه هنستنى شويه 5 مباريات عشان يلعب الكاس كده عشان نحدد ملعب. لكن احنا بنتكلم، انا قلت لك في حاجتين مهمين جدا، كان مجلس الاداره موفق جدا جدا في انه يجيب مدير فني زي موسيماني، لان ماشي فايلر زي نفس الكلام اللي قلناه على كارتيرون في الزمالك بالزبط. ماشي المدير فني في مرحلة حساسة بهذه الحساسية، دخل على دور قبل نهائي ومع فرقة تقيلة فرق من المغرب وبتحسم الدوري وكل الكلام ده ممكن يدمر فرقة، يعني ممكن انت لو هتجيب مدرب حتى لو جبت مثلا هقول لك جوارديولا احسن مدير فني في العالم، هتجيب المدير الفني هو يعرف ده مين ولا ده مين ولا ده مين، على بال ما يعرف يكون البطولة خلصت صحيح. مش هنقلل من قدرات اي حد، لكن هو ايه ذكاء إدارة الألف ان ايه جابت مدير فني، هذا المدير الفني اخر ماتشاته في افريقيا كانت قدام الاهلي، يعني اصعب اكتر فريق مدرب يدرس الفرقه هو المدرب المنافس اللي هو جاي هلاعب الاهلي ماتشين وفي دور الثمانية ومعايا ذكرى بتاعت 5 اهداف قبليها وكل ده، فانا ايه بجهز كل كبيره وصغيره، اما جه لقى نفسه عارف علي معلول وعارف رامي ربيعه عارف ايمن حارس بتاع الاوضه بالظبط، عارف كل حاجه عن الفرقه، فانت كنت موفق جدا انك تجيب مدير فني عنده الخبرات الافريقيه، لعب في افريقيا 7 سنين بيلعب مع صن داونز وعارف الوداد كمان، ده كمان لعب الوداد في الموسم ده لعبه مرتين كمان، يعني عارف يعني كمان ده مش دارس النادي الاهلي، ده دارس كمان الخصم اللي هيلعبه النادي الاهلي، فاهم مباراه بالنسبه له كانت مباراه الوداد الاولى في مظبوط، لانه عارف كل حاجه عن فرق افريقيا، فعارف فرق المغرب اللي لعبها كتير، عارف مازيمبي اللي لعبه برضه، عارف الفرق الافريقيه اللي انت هتلعبها مستوياتها ازاي قابلها ازاي الاجواء عندها، حتى وهو واحد زي موسيماني وهو بيجهز للوداد انت شفت من مباراه بعد فتره طويله من التوقف شفت ازاي فريق الوداد الاهلي نزل عارف كل نقاط الضعف في فريق الوداد، عارف ان هم بيطلعوا الكوره بالراحه يعني ببطء صحيح اقطع عليك الكوره من نص الملعب،
انا عارف ان هم عندهم شويه سرعات في الناحيه الهجوميه، فارجع وابقى دايما ورا خط الكوره. كلها سمات كانت ممتازه جدا عملها موسيماني في المباراه ديت، قدر بيها ان هو يفرض ايقاعه على مباراه الذهاب، فكسب بره الملعب وكسب المره في ملعبه الماتش التاني. خد بالك ان موسيماني كان ممكن يبقى من انجح المديرين الفنيين، انه لعب اول خمس مباريات منهم مباراتين افريقيتين دون ان تهتز شباكه، لولا الهدف اللي جه في الاخر في مباراه 3-1 مباراه العوده، لولا هذا الهدف كان يبقى خمس مباريات لم يدخل مرمى اي هدف في بطولتين مختلفتين، الدوري ثلاث مباريات وفي بطوله افريقيا مباراتين ومباراتي دور قبل نهائي. فطبعا موسيماني لا شك ان هو وجوده في الفتره ديت سهل كتير جدا على فريق الاهلي انه يخوض الموقع الافريقي. خليني نكمل مع موسيماني، بس عندنا خبر عاجل قرر طبعا مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب تعديل موعد انعقاد الجمعيه العموميه، ده طبعا علشان طبعا المواعيد المتغيره للنهائي الافريقي. الجمعية العمومية اللي هيتغير هيكون أيام 23 و 24 نوفمبر بدل من 27 و 28 من نفس الشهر، وفقا للقرار السابق طبعا لمجلس الإدارة. جاء قرار التعديل مساء اليوم بالتمرير وبعد مناقشة مواعيد المباراة النهائية لدوري رابطة الأبطال طبعا اللي بتتغير من حين لآخر، ويكون النادي الأهلي أكيد أحد أطرافها، فقد تحدد من قبل يعني زي ما بنقول قبل كده تحدد يوم 6 نوفمبر لإقامة المباراة النهائية، وقبل 24 ساعة تردد أن المباراة سيتم تأجيلها إلى 10 نوفمبر، وبعدها تداولت وسائل الإعلام موعدا آخر لإقامة المباراة يوم 27 نوفمبر، أي بعد أسبوع من الانتهاء من مباريات التصفيات الأفريقية للمنتخبات. ثم جاء على الحسابات الرسمية للكاف تأجيل المباراة لأجل غير مسمى، هذا فضلا عن تحديد ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية لاستضافة المباراة. في ذات الوقت يلتزم مجلس إدارة النادي الأهلي بالكامل بضرورة حضور اجتماع الجمعية العمومية لمناقشة طبعا التقرير السنوي وأعمال النشاط واعتماد الميزانية. وإزاء طبعا هذه المواعيد المتغيرة وضرورة الالتزام بانعقاد الجمعية العمومية اجتماعها السنوي قبل نهاية شهر نوفمبر، وطبعا وفقا للوائح والقوانين، لذلك اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي يعني ما تم الإشارة إليه ليكون حاضر اجتماع الجمعية العمومية يوم 23 و24 نوفمبر المقبل. ده خبر لسه جاي من مجلس إدارة النادي الأهلي. خلينا نتكلم تاني على موسيماني بشكل خاص شوية. وأنا أول ما استقبلته دكتور طارق كان أول يعني هو الراجل كان عنده مشكلة في السفر، فجي بدري الساعة 7 الصبح فراح نام ورجع على النادي الأهلي، فأنا كنت في استقباله في النادي الأهلي على يمكن على الساعة 2:30-3 كده، لأن كان في تمرين الساعة 4:30-5. خليني أول بصراحة أول ما قابلني وبقول له برحب بيه أهلا بيك، وطبعا إيه رأيك في الأجواء يعني. فهو قال لي كلمة، قال لي بص أنا عارف وكنت بسمع إن النادي الأهلي فعلا نادي كبير، لكن أول ما دخلت عنده إحساس إنه يعني حلم من أحلامه اتحققت. قال لي بنفس اللفظ، أنا وبعض الناس خلي بالك اتكلمنا بكل أمانة هو أوفر شوية، هو الراجل ده بيمثل علينا يعني في بعض المدربين يجي يقول لك، لكن أنا فعلا حسيت بعد عملت معاه لقاء من بعد كمان ما اتكلمت مع اللعيبة شوية في خلال الأيام اللي فاتت، لا الراجل بجد هو كان بالنسبة له حلم إنه يدرب النادي الأهلي، وهو عايش في هذا الحلم دلوقتي. فزي ما بقول لك يعني ده ان شاء الله مؤشر لان يكون عندنا بروجكت، عندنا مدرب يقعد ان شاء الله ويحقق نجاحات. يعني اكزامبل مانويل جوزيه، انت شايف فيه الموديل ده؟ بص هقول لك على حاجه يمكن ما حدش اتكلم فيها كتير بالنسبه لنوعيه موسيماني، لانك لو شفت تدريباته برضو في التدريبات حتى الصغيره والفرديه للعيبه، في نوعين كبار كده من المدربين. مدير فني بيعتمد في المقام الاول على خبرات لعيبته وبيدي حريات للعيبه معينه هو عارف ان هي تخلص ماتشات طبعا. وبالاختصار كده بيقول للعيبه استمتعوا بالمباراه، استمتعوا عيشوا حياتكم بالمباراه وممكن تنجح جدا. النموذج لده مثلا زين الدين زيدان في ريال مدريد، حتى وريال مدريد وحش تلاقي ايه العب ويدي الحريه لفلان وسين وصاد وده هيعمل ايه وده هيعمل ايه، وحتى خلى من مثلا بنزيما نجم الموسم اللي فات النجم طبعا. الاول في الفريق لكن هو مش بيكلف حد بمهام خاصه وشغل خاص
في مربع الملعب ده او مستطيل الملعب ده. يعني بيحط خطوط عريضه وانجوي ذا جيم، يعني بيقول في خط عريض للبلان اللي احنا نشتغل عليه، خطوط تشتغل لكن الابداع ليك انت. انت بقى انترتين، انت استمتع بالمباراه واقعد عيش المباراه. النوع الثاني من المدرب، من المدربين ده بالنسبه له الملعب ده زي رقعه الشطرنج. هقول لك مين النموذج بتاعه والناس كلها هتعرف قبل ما اقول. يعني ايه زي رقعه الشطرنج؟ يعني كل حته في الملعب هنا ممكن يبقى واقف عسكري مهم في لعبه الشطرنج، وهنا ممكن تبقى واقفه طابيه مهمه جدا، فكل حته في الملعب مهمه. فهو بيدرس الملعب وبيعمل مواقف الملعب على حاجتين، امكانيات اللعيب ده. هنا علي معلول ده يقدر لما تجيله في النص الدفاعي هيسند على مين؟ هيسند ولا هيكمل جري ولا هيقف شويه ويطلع حد معاه ولا حد هيعمل له اوفرلاب قدام؟ الحته دي يقعد يدرسها. انا استقبلت في النص الدفاعي هعمل ايه؟ استقبلت في النص الهجومي هعمل ايه؟ في الحته دي من رقعه الشطرنج هتصرف ازاي مع اللعيب ده؟ في نص الملعب اذا استلم اليو ديانج وعنده مساحه هيعمل هو ايه؟ ما عندوش ديتيلز، الديتيلز بكل جزء من اجزاء الملعب، ان ده المواقف اللي بتحصل وحلولها، المواقف اللي بتحصل وحلولها. بس مين اللي في الكره العالميه؟ انا قلت لك زيدان النموذج الاولاني، مين النموذج الثاني؟ ناس كتير كلها هتقول لك اه عارفينه، جوارديولا. جوارديولا انا كنت مره شفت فيديو لتدريباته، بكل سنتي في الملعب له حسابات، كل مش متر بقى سنتي، يعني هنا في الناحيه الدفاعيه انت استلمت هنا والدنيا مقفوله قدامك هتعمل ايه؟ استلمت في مساحه في قدامك حل ده والحل ده، يقوم اللعيب ينزل متخزن القرار في دماغه. ما انت اللعيب ايه الفرق بالعيب؟ هو كمان بيديله كذا حل، يعني هو ما بيبقاش حل واحد، انت عندك كذا حلول. لو لان هو تغيير القرار في جزء من الثانيه ده كمان عايز تدريب وعايز ان هو لا ده كان هنا فعندي الحل الثاني وعندي القرار الثاني والثالث كمان. اوعى تفتكر ان اللعيب في واحد يجيله كره عرضيه يقول له يا اخي كنت عملتها كده بدل ما توقفها كده هو مش متجهز عنده في مخه في قراره. طبعا القرار كل ما كان في مهارات كل ما عدد القرارات وكل ما الامكانيات كانت اكتر. مظبوط. فهو ايه النموذج ده؟ جوارديولا هو بالظبط موسيماني. شفت موسيماني في موقف الناس كلها تبعته وتغلغلت في الموقف ده لما اطرد السوليه في ماتش بيراميدز، ماتش تقيل بتلعبه مش عايز تخسر لان انت عندك ماتش افريقي، ماتش بيحدد ان انت برضو مش عايز يجي فيك اهداف بعد ما قعدت 12 مباراه، حاجات كتير قوي عندك قدامك في الملعب. اللعيب اطرد ولا هو بيتكلم ولا حسيت، راح لافف سامي قمصان تعالى مين اللي يسد؟ طب نعمل ايه؟ نغير ازاي؟ طب حد ينزل نص ملعب ونستغنى عن حد في الثلاثه اللي تحت راس الحربه ولا نعمل ايه؟ فقلب 4 4 1 في الثانيه، سريع جدا. مظبوط. خد بالك ان كمان في ماتش انت مستريح فيه 3-0 وكسبان هناك 2-0 بقت 5-0، طب انت خلاص امنت على المباراه، انما فجاه غلطه الشيخ احمد الشيخ جت جول وانت كسبان يعني، بس لا ماتش ما يستحملش. طيب. راح تعمل تعديلات في الملعب ونزلت ثلاثة ديفندرز بقوا بدل اثنين ثلاثة. حمدي فتحي نزل وعشان يقفل نص الملعب وكأنك خلاص شفت ديفو فلازم تحله دلوقتي رغم ان المباراة زي ما تقول رغم ان المباراة سهلة لكن انت بتتعامل مع فتافيت صغيرة كل حاجة. صحيح. من وظائف اللعيبة لمساحات في الملعب، حاجة من المدربين القلائل جدا اللي بيتعامل مع الملعب في مواقف كتيرة، يعني مش بيتعامل، مش انت ايه جت الكرة لمحمد هاني في اليمين خلاص محمد هاني، لا انا ايدك تماما، هو بيتعامل في ديتيلز وفي من خلال كمان تعليقاته، وانا شايف كمدرب واقف على الخط بيقول لمحمد هاني في جزء من المباراة العب السهل اللي في وشك رغم احنا كنا كسبانين، يعني الديتيلز الصغيرة ديت هي اللي بتعمل الفرق الكبير. وان شاء الله يعني انا متوقع باذن الله ان هيكون عندنا بروجكت كويس قوي مع موسيماني، بيعتمد على الاولاد الصغيرين بشكل كويس ان شاء الله باذن الله، بس الهدف الاكبر ان شاء الله باذن الله يعني طبعا احنا مباراه طلائع الجيش ان شاء الله تطلع بالشكل ونكسر الريكورد اللي حضرتك قلت عليه يا رب، وان شاء الله 4 ريكورد ان شاء الله 4 ريكورد، والنادي الاهلي السنه دي يعني ما شاء الله محقق ارقام قياسيه، وان شاء الله كمان
يعني يختمها ان شاء الله بالتاسعه ان شاء الله. هو باذن الله طبعا عشان برضو تكون الامور واضحه، فرصه الاهلي للاستعداد هتكون من خلال مباريات الكاس، لان هم ممكن يزرعوا وقت مباريات الكاس كده في الفتره صحيح. اللي هي ما قبل تجمع المنتخب وما بعد انتهاء فتره التجمع محقق الثلاثيه. طبعا دي فتره مهمه جدا صح. لانك انت خد بالك ما بتلعبش مباريات، ودايما في الكوره العداله المطلقه، العداله المطلقه في الالتزام بالمواعيد. انا قلت المعده جالك اصابتين، انا ما انا لعيبه خفوا عندي، هي عداله كره القدم مش في انك انت بتقول ايه ده ده عنده 5 مصابين وانا عندي 2 مصابين او ده ما عندوش. لا ان شاء الله مباراه الكاس يعني كمان ان شاء الله تبقى عامل مساعد ان احنا كمان اللعيبه عندنا لعيبه بعيده شويه تخش وتاخد مباريات كتير. يعني خلينا نتكلم دايما بناخد يعني نص الكوبايه المليان، ونشوف ان شاء الله مباراه الكاس كمان تبقى تجهيز وبطوله، والنادي الاهلي ان شاء الله يحقق الدوري، ان شاء الله يحقق الكاس، وان شاء الله باذن الله يحقق الثلاثيه. دكتور طارق نورتنا وشرفتنا، ويعني كانت حلقه مميزه كالعاده، وان شاء الله في البيت الكبير ان شاء الله، وزي ما بقول يعني تتاجل شويه، كنت دايما بقول ان شاء الله ان يوم 6 لا تتاجل شويه، وان شاء الله يكون الكاس معانا باذن الله ان شاء الله. باذن الله كل التوفيق للاهلي في مباراته القادمه، وباذن الله بس نتمنى ان الامور تتظبط عن كده، لان بصراحه يوم محبط جدا، وانا شخصيا مع هذه الاحداث ببقى محبط جدا. لا ان شاء الله كل التفاؤل، انا متفائل يعني بغض النظر ان شاء الله النادي الاهلي عندنا ثقه ايا كان، احنا ابطال ونخش بالحديد ما تقلقش يا دكتور. ان شاء الله دي كانت طبعا نهايه فقرتنا الاولى، نطلع فاصل ونستقبل الكابتن الكبير عمرو انور. مرحبا بحضراتكم مره تانية، البيت الكبير لسه مستمر مع حضراتكم مع واحد من نجوم الاهلي المتميزين، لاعب ومدرب، وطبعا النهارده منورنا كابتن عمرو انور المدير الفني للفريق الشباب في النادي الاهلي. اهلا بيك ومنور في بيتك الكبير. ربنا يخليكوا، ده نوركم، وانا سعيد جدا ان انا معاكم. وحشتني يا عمرو. انا بقالي كتير ما شفتش هاني حبيبي عمرو، طبعا فرصه ان احنا نتقابل يعني. لا والله انا سعيد جدا يا عمرو ان بشوفك، و يعني متابعك طبعا من خلال وجودك في النادي الاهلي، ومن خلال الجروب الحلو اللي احنا عاملينه فرقتنا ايام 17 18 سنه. عمرو كان من يعني من اللعيبه الكبار، واول اول واحد من جيلنا لعب فريق اول مع النادي الاهلي، ودلوقتي في موقع كمان مهم جدا نتكلم عليه عمرو، وعايز اخد رايك سريعا يعني في الهيكله اللي حصلت في قطاع الناشئين في النادي الاهلي. انت متواجد بقالك فتره، قول لنا الفروقات اللي حصلت والتارجت بتاعكم ان شاء الله القريب هيبقى ايه. يعني لو بنتكلم على الاهداف بتاعتنا، الاهداف هي ثابته، انت عارف طبعا ده من ايام ما احنا كنا بنلعب مع بعض، ان انت بتحقق للنادي بطوله، ان انت دايما النادي بقى في المركز الاول، مش هقدر اقول في مراكز متقدمه، لا النادي الاهلي بقى في المركز الاول، دي حاجه. بالنسبه لموقعي انا اللي هو انا الفريق الشباب اللي هو تحت الفريق الاول على طول، فانا يمكن عندي حاجه يعني شويه زياده كده، ان انا احاول ان انا يعني اجهز او اصعد اكتر للاعب يفيد بالظبط يفيد الفريق الاول. فدول إيه؟ الهدفين الاساسيين اللي موجودين عندنا يعني. ايه الزياده بقى اللي كابتن عمرو بيعمله لتصعيد الشباب للفريق الاول؟ لا يعني احنا من الاول يعني يمكن انا بقالي سنتين ونص تقريبا في المرحله دي. الاول بدات مع فريق 97، وبعدين صحيح. بعد ما المسابقه اتلغت طلع مكانهم فريق 99، فانا كنت معاهم من الموسم اللي فات ومكمل معاهم الموسم ده. يعني هي النقطه الرئيسيه والاساسيه اللي انا بتعامل معاها، ان انتوا لعيبه فريق اول، ما انتوش لعيبه ناشئين ولا انتوا تبع قطاع الناشئين. يمكن حتى احنا الفرقه بتاعتنا يعني ليها وضع مخصوص وليها يعني ربط كامل مع الفريق الاول، هو بيعتبر السكند تيم يعني، ده الفريق الثاني يعني الفريق الثاني يعني كل حتى تعاملاتنا بلبس بأداء بكل حاجه، كل حاجه تبع الفريق الاول. فدي نقطه مهمه جدا ان اللعيب توصل له ان انت بقيت قريب من الفريق الاول. يعني انا هي دي النقطه الاساسيه اللي انا بركز فيها، التدريب والشغل الفني والشغل البدني ده انا شايفه شيء طبيعي، يعني ده جزء الاساسي في التدريب. لكن فريق الشباب بين الناشئين وبين الفريق الاول بالظبط في النص بالزبط. يعني هي الفكره كمان يوصل. الفكره عايز اخدك من الجزئيه دي كمان، ان انت الناس كمان بص على الفريق دوت وبص على الواد اللي بيطلعوا العلاقه هنا كده، العلاقه يعني انت كنت موجود ايام بايلر، كان في علاقه بينك وبين
وده مهم جدا، علاقه يعني المدير الفني لفريق الشباب بالفريق الاول لتحديد مطالب الفريق الاول، طلبوا منك ايه، عايزين مراكز ايه، يا ترى هنوحد طريقه اللعب ولا لا علشان الواد اللي طالعين من تحت يبقى عندهم نفس الفكره. كلمنا عن ارتباطك انت مع الفريق الاول بالشكل الفني. هو كان يعني الارتباط الرئيسي والاساسي كان مع كابتن سيد عبد الحفيظ، سيد عبد الحفيظ مش مع فايل يعني ما كانش في بالظبط يعني هو تواصل فعلا. كان في يعني تقارير دوريه، كان في مقابلات اسبوعيه، بنقل له الصوره، بوصل له الحاله اللي واصل فيها الفريق. لما بيحتاج لعيبه بيكلمني بيقول لي على المراكز اللي هو محتاجها، وبرشح له افضل اللعيبه اللي هي ممكن تفيد النادي الاهلي في المستقبل يعني ان شاء الله. انما يعني معامله مباشره مثلا مباشره مع فايلر لا، ما او مش مع فايلر، ممكن يكون مع على الاسيست بتاعه. كان انا هقول لك بقى، كان المباريات الرسميه اللي عندنا في النادي كان بيحضر الجهاز الفني بالظبط، كان بيحصل يعني اللي هو كان فيه شعيب انت عارف اللي هو شعيب طبعا الصياد ده كان متواجد على طول في المباريات. وفي اوقات بقى كان بيجي ميشيل مدرب الحراس، وكان بيجي سيزر تقريبا اللي هو المدرب العام اللي كان موجود، يعني جم حضروا تقريبا حوالي 4 مباريات او 5 مباريات. فده برضو ده دافع كويس للعيبه، حسسهم ان في اهتمام. في وقت من الاوقات اتصعد يعني اكتر من لاعب علشان يسد الفراغات اللي هي كانت موجوده في الفريق الاول في الوقت ده، فدي كانت نقطه مهمه جدا، حسست اللعيبه ان هم خلاص بقوا قريبين جدا من الفريق الاول. بس شفت ازاي رغبه موسيماني لما حتى شفنا تصعيد تقريبا 6 شباب صح كان بيتدرب معاه، ورغبته في ده، يعني شفت ايجابيه الموضوع ده ازاي من قبل موسيماني؟ انا شايف ان يعني يعني اي مدرب واي حد بيشتغل في نادي كبير بحجم النادي الاهلي لازم يبقى عنده يعني لازم يبقى لامم الامور كلها زي ما بنقول يعني. لازم يبقى زي ما انا عندي لعيبه موجودين في الفريق الاول لازم اشوف الناس اللي موجودين من تحت، لان الناس اللي موجودين من تحت دول لو فيهم لعيب او 2 او 3 هيبقى هو ده المستقبل. بنتكلم في لعيبه اعمارها ما بين 18 سنه و20 سنه. فاذا فيهم واحد فعلا جدير انه يمثل النادي الاهلي يبقى انا بتكلم في واحد ممكن يخدم النادي 10-12 سنة قدام. هو اتفرج عليهم يا كابتن عم؟ لا هو ولا طبعاً انتوا حضراتكم اللي بترشحوا اللاعب للمدير الفني؟ لا هو بيطلب مراكز تمام، واحنا اللي بنرشح اللعيبة. أيوة. على ضوء المستويات وعلى ضوء اللي احنا شايفينه ايه اللي ممكن يقدر يعني يتعايش وانه يظهر بشكل كويس مع الفريق. ده اللي بتكلم عليه فعلا يا عمرو، اللي هو محتاجين ايه، وخاصه محتاجين ايه كمان في المستقبل يعني بالظبط. يعني الجزء دوت احنا ساعات مش محتاجين ايه دلوقتي عشان يطلع يتمرن تمرينه ويلعب ماتش وينزل، لا احنا محتاجين ايه وتحضيرك للمستقبل ايه، ان انت بتقدم ايه، عندنا مراكز كذا كذا كذا. عشان كده انا دايما حتى يعني انا دايما ميال لحته ان انا لما يكون في 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 مدير فني موجود وماسك الفريق الاول دايما ببقى يعني ببقى عايز المدرب يتابع طبعا ويشوف ويبقى في يعني اهتمام. يبقى في تواصل واللعيبه نفسها تحس باهتمام، ولو في فرصه ان يبقى في مباريات وديه يقدر يعمل مباريات وديه يشوف فيها نمره واحد اللعيبه اللي موجوده فوق اللي هي ما بتشاركش بصفه اساسيه، لان انت عارف طبعا يعني بعد اللعيبه عن الملعب مهما كان بيتمرن طبعاً. ومهما كان بياخد جرعات تدريبيه ومهما كانت حالته عاليه جدا في التمرين العملي في غير لياقه لياقه المباريات غير لياقه التمرين تمام. فانا دايما اقول ان لو في فرصه ان في حد يعني يحاول يعمل مباريات وديه للعيبه اللي ما بتلعبش ويحطوا في وسطهم كمان الولاد اللي هم الصغيرين يكتسبوا خبرات ويكتسبوا احتكاك، دي انا شايفها تبقى من افضل يعني التجارب اللي ممكن يمر بيها اي فريق. وانا في رايي كمان جزء مهم جدا انه طبعا انت مرتبط بالمدير الفني الشيك اللي جه، ولا انت يعني الجزئيه دي هو يعني مش لسه بعيد يعني عن الجزئيه دي؟ ما اقدرش اقول مرتبط ومش مرتبط. يعني في تواصل. يعني في تواصل. انا بتكلم على تواصل على جزئيه ما اعرفش اذا ممكن تكون فكره يعني انت المدير الفني للفريق الثاني، خلينا نقول الفريق الثاني تمام. فايه المشكله يعني الطبيعي ان انت بتقعد مع المدير الفني للقطاع وبتقعد حتى مع الاسيست بتاع موسيماني او موسيماني نفسه بتحط خريطه انت كمان تمشي عليها. عمرو احنا والله النادي الاهلي بيلعب 4-2-3-1، ما ينفعش انت تلعب بليبرو مثلا او على سبيل المثال هو يقول لك احنا محتاجين الفتره اللي جايه نأهل مثلا. انا شفت مثلا العربي بدر شغال في جزء كويس او شادي ماشي، يعني بيكون في تواصل حتى فني ما بين المدير الفني للفريق الاول
والمدير مدير الفني للشباب ده شيء مهم. هو ده حصل اول ما جه موسيماني يعني بعد حوالي يومين او ثلاث ايام حصل اجتماع كنت انا موجود وكان خالد بيبو موجود وكان بروكيتش موجود وقعدنا اتكلمنا في النقطه اللي انت بتتكلم فيها حلو يعني هو اتكلم في حته يعني هو ما طلبش بشكل رسمي توحيد طريقه اللعب أيه. بس هي يعني زي ما تقول ايه هي اوتوماتيك يعني هي نفس طريقه اللعب احنا بنلعب بيها عندنا في القطاع او انا يمكن يعني بلعب 4-2-3-1 وهو وعد ان هو في الفتره اللي جايه او يعني هو طبعا اول ما جه كان انت عارف ضغط المباريات طبعا وداخل على مهمه صعبه جدا اللي هي السيمي فاينال بتاع افريقيا فكان طبعا الوقت بالنسبه له ضيق جدا بس هو قال ان انا هبقى متواجد ولما المباريات الرسميه تبدا انا هبقى متواجد او اي حد من المساعدين بتوعي هيبقى متواجد هيبقى في تواصل وهيبقى في اجتماعات دوريه حلو قوي علشان نقدر ان احنا نتواصل مع بعض في حته طريقه اللعب وفي حته ان احنا ممكن نرشح مين اللعيبه اللي هي ممكن تبقى متواجده معاه وممكن تفيده يعني بالرغم من وقته ضيق واحنا عارفين قد ايه الفتره ديت كانت حرجه جدا بس اهتم انه يقعد مع حضرتك ويهتم بفريق الشباب ويكلمك عنه بس انا عايزه اسالك انت عن العناصر الاساسيه اللي ممكن تشارك قريب جدا في الفريق الاول امتى ممكن يكون لا امتى دي بتاعه المدير الفني لا وحسب من وجهه نظر لا انا بتكلم على حسب الجاهزيه لا الجاهزيه هم يعني هم ما شاء الله جاهزين من السنه اللي فاتت لان هم يعني حتى في مجموعه منهم بدات فتره الاعداد من مع فايلر يعني بعد فتره التوقف بتاع كورونا يعني في عربي موجود وفي شكري وفي فخري يعني من يومين كمان وشادي برضو كان موجود بس شادي كان على فترات بيطلع وينزل لا مش بيطلع وينزل فترات كان بيبقى مع كابتن ربيع في المنتخب وبعدين لما بيحتاجوه بالظبط كده الفتره اللي فاتت دي يعني من 3 ايام كده برضو صعدنا 4 لعيبه موجودين يعني في فارس طارق وفي ميدو وفي عبد الرحمن مانو وفي احمد عبد القادر اللي هو كان في تشيك ولسه راجع ده فدلوقتي احنا بنتكلم ده 10 ده رقم ده 10 وممكن يلعب جناح كويس قوي لعب كويس جدا وانا حتى يوم يوم الاجتماع اللي هو كان مع موسيماني وكان مع قلت له يعني ده ولد كان موجود وكان بيلعب بره في تشيك قلت له ده محتاج ان انت تشوفه في الملعب يعني تشوفه معاك في وسط اللعيبه بتاعت الفريق ده مميز انت يعني بص هو لعيب كوره مهاري عنده ثقه كبيره جدا في نفسه عنده حته التكمله يعني خلف المهاجمين بيكمل راس حربه تاني عنده حته التحرك من غير كوره دي كويسه جدا طب حلو قوي بيخلق نفسه مساحات طبعا كويس. يعني وبعدين واخد الامور بجديه مش حته ان هو عشان جاي وبيتمرن مع فريق الشباب فبيتمرن مركز في الحته دي مركز جدا ده كويس ده كويس انا شايف ان ده ان شاء الله يعني مع الوقت ومع الاحتكاك مع الفريق الاول لا ان شاء الله هيبقى له دور يعني انا برضو شايف ان شكري برضو ممكن ياخد فرصه فخري في فارس برضو يعني انا برضو ده من الناس اللي انا يعني متوسم فيه ان شاء الله انه في المستقبل القريب يعني يبقى حاجه كويسه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله دايما يعني ما بنتكلم من وقت يعني تولي موسيماني المهمه بانه حرص على انه يكون مهتم بالعامل النفسي لدى اللعيبه بتشوف ازاي ده اثر بشكل ايجابي على اللعيبه تحديدا يعني شفت هو عمل كده بشكل لافت للنظر مع مين من اللعيبه في الفريق الاول مع قفشه يعني انا شايف شكله اتغير اداؤه اتغير حتى يمكن في لقطه في بعد الماتش الجول بعد الجول بتاع الوداد هناك الجول الاول طبعا تحس فعلا ان في يعني لغه ما بينهم طبعا لا واضح جدا هو نفسه تحس انه بيلعب مرتاح بيتحرك براحته بينزل يعني عنده حريه تحرك سواء في يعني في التلت الهجومي او بينزل يحضر من تحت عنده وحتى لما جاب الجون واضح ان هو يعني تحس ان كان في هو انا قلتها ان كان يعني اعتقد ان دي كانت حاجه مش هقول لك بالظبط مدروسه لكن هو الضغط من فوق وكان قفشه قريب وانك تقطع وممكن يغلط لان بص يا هاني في 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 مدربين كتيره جدا ما بتخليش اللي هو اللاعب رقم 10 ده يضغط على واحد من السرد باكين
فممكن يكون ده حاجه هم اشتغلوا عليها، ممكن يكون اتدرب عليها فلما نجحت لما جت، فطبعا باين جدا طبعا باين ان هو ساعه ما عمله زي ما انت طبعاً. قلت لان في بعض المدربين يقول لهم امسك سته، يعني 10 بيمسك سته بالزبط. بتاع الفريق الثاني او بالزبط. الديفندر بتاع الفريق الثاني، فاللقطه دي كان واضح جدا ان يعني انا شايف ان دي حاجه تتحسب له، تتحسب لموسيماني المدرب الذكي اللي يجي في وقت ضيق وقت قليل على مباريات مهمه ومباريات كبيره. نمره واحد لازم يشتغل على العامل النفسي، يعني ده اهم من الجزء الفني ومن الجزء البدني. لان انت برضو يعني خلينا نتكلم بواقعيه شويه، انت جاي برضو على فريق كبير وفي نجوم، ما انتش محتاج ان انت تشتغل معهم فني وبدني اكتر من ان انت تشتغل معهم نفسي. تمام. لان الوقت اللي حصل فيه تغيير المدرب كان وقت حرج. لو التغيير ده لو حصل مع فريق قليل او فريق متوسط لا كان هيعمل دروب جامد جدا. احنا عندنا كابتن عمرو خلاص يعني كاف اعلنت تاجيل المباراه النهائيه لدوري افريقيا، ازاي نستغل الوقت ده في الاستعداد؟ الاستعداد بقى بنتكلم على كل المستويات، البدني والنفسي والفني، ازاي موسيماني يستغل الفتره دي في تجهيز اللعيبه بشكل اكبر كمان من اللي هم عليه حاليا؟ يعني انا شايف ان برضو الوقت ده في صالحه، هيقدر يعرف اللعيبه كلها. هو برضو لما جه اشتغل، شايف التأجيل ده سلبي ولا ايجابي في الاول؟ يعني هو سلبي وايجابي. انا بالنسبه يعني سلبي للحاله الفنيه العاليه جدا اللي كان فيها النادي الاهلي، وان احنا في ثقافه مكسب وان احنا بنكسب فرق كبيره بالظبط، يعني كسبانين يعني فريق كبير بره ملعبنا وعلى ملعبنا وعاملين ماتشين على اعلى مستوى بالظبط، عاملين ماتشين على اعلى مستوى. فدايما يعني لغه الكره تقول المكسب بيجيب مكسب صح، والثقه والاداء الحلو والسبورت والجماهير، الحاجات دي كلها النادي الاهلي هيخسرها في الفتره اللي جايه. انما التاجيل يعني الايجابي ايه في التاجيل؟ ان انا ممكن اقول انا عندي لعيبه مش جاهزه، عندي لعيبه اصابات كتير. احنا يعني برضو خلينا نتكلم، النادي الاهلي الفتره اللي فاتت دي بيلعب من غير خط ظهر، ولو بيلعب هتلاقي فيه اتنين بيلعبوا ما فيش بودله، هو ما فيش بودله، يعني هم كانوا بيأدوا يعني قبل مع فايلر شويه كان في شويه ديفوهات عشان برضو عمرو ان هو يعني كان ما كانش عادل الفرقه، يعني في الفترات الاخيره الفرقه ما كانتش معدوله. انا مش عايز اخش في الحته دي لان انا يعني انا كان عندي فعلا انا كان عندي ملاحظات غير يعني انا يعني انا وصل بيا الحال في وقت من الاوقات بقول ان انا لو واحد عايز يوقع فرقه ما يعملش التغيير ما يعملش التعديلات دي والتغييرات دي بالشكل ده وبالمنظر ده. بس طبعا الظروف بتساعد ان انت كسبان وفارق وبتلعب برضو باعصاب هاديه شويه، وبرضو عندك نوعيه اللعيبه اللي تقدر تتاقلم مع اي ظرف ومع اي مركز ومع اي واجبات. بس ما كانش طيب بأريحية، بس ما كانوش الفرقه ما كانتش مرتاحه، يعني لما لعب 4-3-3 ما كانش قفشه قادر واجايب لا وما كانش ليك شكل والشكل وحش. انت بتكسب، مش عايز اقول مش عايز برضو اقلل من المجهود اللي هو عامله، بس انت بتكسب لان انت عندك فروق فرديه عاليه جدا بينك وبين الفرق اللي انت بتلعبها. اي فرق اخرى تمام صح، لما تقيس الاداء والشكل في بدايه الدوري وما بعد التوقف بتاع كورونا اكيد في فرق، كانت اكيد في فرق واضح الفرق اللي هاني اتكلم فيه، النقطه اللي اتكلم فيها هاني دي المهمه، ان الفرقه كانت مظبوطه، الفرقه بتلعب كل واحد بيلعب في مكانه. بس حضرتك رديت برضو في نقطة تانية انه هو خلص بدري وتقريبا كان حاسم الدوري قبليها بوقت بأسابيع كبيرة جدا لو فينا نقول، بس كان عنده الوقت انه هو يجرب، عنده الوقت انه هو في فرق ان انا اجرب وفي فرق ان انا اشقلب الفرق اشخبط لا انا بكلمك بجد. بعدين في اوقات حتى كان في تغييرات بتتعمل ما هياش مفهومه. ما احنا النهارده الدرس المستفاد من اللي مش عاجبك ده ان احنا قلنا الطريقه دي مش مفهومه وان ده ما كانش ينفع. انت عارفه سام كان المشكله ايه وعمرو يناقشني فيها، ان احنا في وقت من الاوقات كان مثلا بيلعب 4-3-3 بدايه المباراه كويس الشكل وحش، يجي الشوط الثاني يعدل يلعب 4-2-3-1 الشكل بقى احسن شويه ايوه روح المباراه اللي بعديها يرجع تاني 4-3-3 وبدا بيها مباراه الزمالك. فعمليه عدم انا مرجحها ان هو ما كانش عنده استقرار ذهني، ان هو كان دي حقيقة. يعني هتحس انه مشغول بحاجه متلخبط مش مركز. طيب سالتك عن السلبيات والايجابيات في موضوع التاجيل، قول لي بقى ازاي موسيماني ممكن يستعد للمباراه ديت مع اللعيبه؟ هل ممكن يلعب كده ماتشات وديه زي ما كابتن هاني كان بيقول في الانترو ولا ممكن يعمل ايه تاني زياده؟ في مباراه كاس كمان
يعني هو احنا دلوقتي عندنا ماتشين رسمي او ماتش معرفش دلوقتي الماتش بتاع الكاس هيتلعب ولا مش هيتلعب. ماتش الكاس لسه اعتقد لسه الجدول ما نزلش، يعني الاخبار المتداوله انه بيقولوا ان هم هيحطوه في النص بدل في فتره توقف. دي انا شايف انها فتره يعني ايجابيه جدا وكويسه جدا ان هو يشوف بقى اللعيبه كلها وان هو يفرض اسلوبه وطريقته وفكره تعليماته صحيح بالظبط كده. في الفتره عندي بقى فتره، انا عندي دلوقتي فتره تقريبا شهر صح، عندي فرصه ان انا برضو اللعيبه اللي هي البعيده خالص اللي ما كانتش بتلعب طول الموسم انها تقدر تلعب وتقدر تخش. فدي فتره مهمه جدا ان هو يقدر يعمل فيها فعلا مباريات وديه يجهز فيها كل الناس. وعندك فتره كمان يا عمرو انك تبص على وتجهز للسنه اللي جايه، مين اللي عايزه ومين هي دي مش عايزه. هي دي هادي اللي انا بص دي النقطه اللي انا بتكلم فيها بتاعه الماتشات الوديه. لو انا ما عنديش فرصه ان انا لاعب التيم بتاعي كله او العناصر بتاعتي اللي موجوده كلها، لازم احط اللعيبه دي في ماتشات وديه. ومش لازم الماتشات الوديه دي تبقى مستوى عالي، بالعكس انا شايف انها لازم تبقى في مستوى متوسط علشان اللعيب ده اصلا لو ما ظهرش مستوى جيد في المباريات اللي هي المتوسطه دي يبقى هو مش المفروض ان يكون موجود في النادي. طب ما يلعب الصعب بالظبط كده. طب ليه ما يلعبوش ماتشات صعبه يعني ويبان التدريج شوية. انا بتكلم في حته التدريج. بالتدريج فاهم قصدي. وعندي فرصه ان انا اشوف الولاد الصغيرين مين اللي يقدر يكمل مين اللي ما يقدرش يكمل مين اللي يطلع اعاره عشان يلعب. يعني احنا مثلا انا شايف ان من اهم الحاجات اللي حصلت الموسم اللي فات اللعيبه اللي ما بتلعبش اللي طلعت اعاره، ملف الاعارات طبعا كلها اثبتت كفاءه وكلها اثبتت وجودها. حتى لو انت النهارده مش هتقدر ترجعهم كلهم عشان عندك العدد. مشكله في العدد بتاع القايمه بس على الاقل هتستفاد من اثنين من ثلاثه من اربعه. بص عليهم موسيماني ولا لسه ما عندوش وقت ولا عندك هو رجع اعتقد لا ما عنديش معلومه يعني انا وصلت معلومه ان ناصر ماهر راجع وصلاح محسن وتوفيق وكمان ومحمد عبد المنعم ولا راس حرب بتاع ام بي شريف محمد شريف. طيب. يعني نهائيا القرار النهائي للموسيماني يعني بص يعني هو بس دي اقتراحات محطوطه قدام موسيماني ممكن يقول لك طب محتاج واحد محتاج اثنين حسب ده يكمل ده رؤيه فنيه حسب المراكز اللي هو محتاجها وحسب رؤيته الفنيه زي ما انت بتقول هو هيقدر يقرر ويشوف ايه النواقص اللي عنده مزبوط. ايه اللعيب اللي هيقدر ينفذ الفكر بتاعه وهو ده اللي هيقدر يجيب ده صح لان هو برده خلي بالك انا من قعدتي يعني القعده اللي احنا قعدناها مع بعض دي هو الراجل اتكلم بصراحه يعني اتكلم بمنتهى يعني كان بقلب مفتوح وقال انا عندي اثنين موجودين معايا اتكلم على سامي قمصان وعلى سيد عبد الحفيظ قال صراحه الاثنين من ساعه ما جيت وهم مش سايبيني والاثنين نقلين لي الصوره كامله وانا عندي ثقه كامله فيهم واللي هم بيقولوه انا فدي حاجه تساعده كويس جدا بتوفر له وقت ومجهود طبعا طبعا ده حقيقه طبعًا. رجعنا مع حضراتكم كابتن عمرو انور كنا بنتكلم عمرو واحنا بنتفرج على التقرير على كمان بدايات وده مهم جدا بدايات الفرقه معاك امتى وكنت عايز اسالك سؤال وانت عديته بسرعه مش محضر لنا كده سرد باك او سرد باكين يعني لما بيكون في نواقص وانت قلت كان عندنا مشكله في اصابات شويه في مركز السرد باكات ما كانش حد مثلا ايوه عمرو احنا محتاجين في الوقت ده سرد باك يطلع ما عندك يعني طلع في لا الفتره دي اليومين اللي فاتت ثلاث ايام برضه ايه رايك فيه فنيا؟ لا لعيب كويس يعني هو مواليد 2000 اصغر شويه سنه من السن بتاعي جسم يعني طويل وقوي وعنده انقضاض بيلعب بدماغه كويس جدا بيعرف يبدا الهجمه من تحت لا لعيب سريع ممكن سريع. نشوفه في مصر طلائع الجيش والله اتمنى يعني الـ المعلومات اللي جات لي من التمرين ان هو الولد ماشي كويس في التمرين في الثلاث ايام اللي فاتوا دول حسب بقى الاحتياجات شركتي لسه معلومه مش عند حضرتك لا مش عندي انما لا كويس اللي هو ميدو احمد حسام ميدو كنت عايز اتفضل لا كان بيتكلم على طلائع الجيش وكنت انت بتقول لي انا يعني ليك رؤيه لمباراه طلائع الجيش على الاداره الفنيه والتشكيل يعني لو بتسالني انا شايف ان يعني اللي كان هيتعمل على اساس ان الفاينل يوم 6 يتعمل عادي في مباراه الجيش ان انا العب الناس اللي ما بتلعبش والعب الولاد الصغيرين لو في فرصه ان فيهم حد يكون يلعب يعتمد على البدائل يعني بالظبط لازم المدرب او لازم المدير الفني يشوف اللعيبه في الملعب يشوفهم في ماتش تحت ضغط يشوفهم في ماتش رسمي عشان اقدر احكم عليهم مين اللي يستمر ومين اللي ما يستمرش ان كان اللعيبه اللي هي ما بتلعبش على مدار الموسم لعيبه راجعه من اصابات عايزه تجهز يعني اسرع حاجه تجهز اللعيب المباريات مش التمرين
في ولاد صغيرين لو هو شايف فيهم حد يعني واعد ممكن يبقى موجود يديله جزء من المباراة. كل دي حاجات تساعده هو في المستقبل وتساعد الفريق، لان انا لسه حتى كنت بكلم معاكم، ما هو اللعيبة الدوليين دي اللي هي بتلعب بقالها دلوقتي مثلا 4 شهور طويلة، بتلعب كل يومين وكل 3 ايام مباراة مجهدة جدا، وكمان اسبوع او 10 ايام هيروحوا مع المنتخب هيلعبوا برضو ماتشين في منتهى القوة، فيهم سفر بينهم، فيهم سفر في وقت قليل جدا حوالي 4 ايام او 5 ايام، فالطبيعي برضو ان انا يعني احافظ على اللعيبه دي، لان هم مجرد ان هم هيرجعوا من الماتشين بتوع المنتخب هتخش على الكاس، هتخش بقى على الفاينل بتاع افريقيا. فانا شايف ان يعني ده رايي وجهه نظري. لا انا بايدك تماما، وخاصه الجزئيه اللي مش مضمونه بالظبط، يعني يعني الاصابات بتاعت ربنا، لكن انت بتعمل الصح. يعني على سبيل المثال كهربا بقى له فتره يبدا بالظبط، صالح بقى له فتره، وليد سليمان صالح نفسنا نشوفه شكله عامل ازاي، وصل لايه. محمود وحيد، محمود وحيد لازم يكون موجود طبعا. مثلا في حد زي عربي، حد زي فخري، حد يعني في عندك لعيبه ممكن تبقى موجوده، علي لطفي لازم يخش. يعني انا بغض النظر عن ان هو لعب المباراه اللي فاتت، ان كان الشناوي كان خارج مصاب او مش مصاب، يعني انا شايف ان دي برده حاجه كويسه جدا، ايجابيه طبعا، ان انا النهارده واحد برده بعيد، لان برده مركز حارس المرمى ده يعني هو لوحده لو ما جهزش وما اشتغلش على نفسه وما ويلعب مباراه رسميه زي ما حضرتك قلت بالظبط، فلازم لازم ياخد، لازم الناس كلها تاخد. انا حتى انا داخل على سيزون جديد وداخل على موسم جديد وعندي قائمه محدوده، ما عنديش يعني انا يعني حتى السنه دي اتحاد الكره 25 يا عم 30 بس اتحاد الكره السنه دي عمل بدل ما كانت الاعارات مفتوحه عمل 5 بس اعارات، فانت النهارده هتبقى مقيد ان انت لازم تاخد اللعيبه اللي هي يعني اللي هتخدمك انت او هتخدم فكرك وطريقه لعبك انت مظبوط، فلازم اشوف الناس كلها على الطبيعه عشان اقدر اخد قرار سليم، كل محدش العناصر كل القماشه بالظبط. فدي نقطه مهمه جدا في الفتره اللي جايه دي. يعني من الايجابيات ان هي تاجلت المباراه الفاينل، ان انا عندي وقت، او يعني موسيماني عنده وقت نشوف الناس دي كلها على الطبيعه، سواء بقى في التمرين سواء في مباريات وديه. انا شايف ان دي هتبقى حاجه كويسه ان شاء الله، يعني حاجه ايجابيه اكيد ان شاء الله. وكنت عايز اسالك على بوزيشن كده، عربي بدر يعني عربي بدر بيلعب ديفندر وبيلعب باك يمين، انت شايفه فين افضل شويه؟ وكابتن ربيع على فكره بيلعبه 10، يعني كابتن ربيع ياسين كمان في يعني بيديله الحته اللي قدام شويه. انا اتكلمت مع كابتن ربيع بيقول لي كورته حلوه، ممكن يوصلني بشكل كويس. انت من خلال طبعا رؤيتك الفنيه شايفه فين بالظبط عربي؟ هو بص انا يعني هو حتى عربي لما انا كنت ماسك منتخب 2000 وهو كان اصغر سنه، كان 2001 فكنت ضمه معايا، كنت واخد كان في اوقات فعلا بلعبه 10 والله. كويس. وهو انا يعني انا وجهه نظري هو في الحته اللي في القلب دي كويس. يعني هو ممكن يلعب 6 ممكن يلعب 10، واوقات بقى لما كنت يعني بتبقى بلعبه سيرد باك، بلعبه مساك ان هو قوي سريع برده بيعرف يقطع كويس. حته الطرف دي انا شايف ان هو هيأدي فيها، يعني الباك رايت لعبها لعب ما كانش وحش، يعني ما شوف انت بتقول ايه، ما كانش وحش بالظبط، انما هو لو لعب في القلب يتميز في الحته دي هيبان مستواه اكتر. هو في الحته اللي بره دي هيأدي لان هو امكانياته تسمح. كويسه وفكره كويس، يقدر يوظف نفسه في الحته دي، انما مش هتاخد منه افضل محتاج بالظبط. يعني يا ريت، اتمنى ان هو يتشاف كويس جدا في الحته اللي هي بتاعت الديفندر دي، هيقدر برضو في الفتره اللي جايه دي ان شاء الله يكون موجود. يعني 2011 ان شاء الله قربت، هتكونوا بمجموعه واحده ولا بمجموعتين ولا لسه ما فيش اي قرار؟ لا هو احنا جالنا ميعاد مبدئي ان الموسم هيبدا 2011. ده المسابقه بتاعت الشباب. شكلها ايه؟ مبارياتها ايه؟ جدولها ايه؟ لسه ما فيش اي حاجه معلنه. لا ما فيش. انت فاكر عمرو زمان كنا الماتشات دي كانت بتتلعب قبل الفريق الاول ده. وكان بيبقى ليها طابع خاص طبعًا. ويعني بالرغم طبعا دلوقتي كمان ما فيش جماهير وبتاع، ممكن يكون اقتراح كمان انه ممكن ليه لا، لان خاصه انت يعني لما الاهلي مثلا بيلعب انبي انت بتلعب انبي، يعني جدولك زي وفي نفس الملعب. فبرضه اقتراح ممكن جدا، اقتراح انك تلعبه قبل الفريق الاول. تفتكر انت الموسم ده كان اقوى موسم وامتع موسم، وحتى لو تفتكر الفتره دي عمل يعني عملنا منتخب شباب او منتخب اولمبي كان قوي جدا جدا، لان كنا بنلعب مباريات قويه جدا، دوري ممتاز زي هنا زي الفريق الاول وقبل الفريق الاول، يعني الجماهير في الملعب والناس بتروح تتفرج. يعني اهلي وزمالك، الاهلي والزمالك بيلعبوا الساعه 3، احنا كنا بنلعب الساعه 1،
فجه علينا وقت ان احنا بنلعب الاستاد متقفل، بيعود اللعيبه انها بتلعب تحت ضغط، بيعود اللعيبه انها بتلعب مباريات قويه، بيخلي بالظبط بيخلي حتى الجهاز الفني بتاع الفريق الاول، لانه بيجي طبعا بيستعد للمباراه قبلها بحوالي ساعه او ساعه ونص، بيجي يتفرج بيشوف اللعيبه في ماتشات رسميه عامله ازاي. كانت يعني انا شايف انها فكره كانت ايجابيه جدا جدا. المره دي المفروض تخلصوا قبل رمضان يا كابتن. ده المفروض. طب الله اعلم بقى. ما انا فعلا يعني انا ميعادنا حسبناها يعني احنا كجهاز فني لقينا ان هو لو الدوري اتلعب يعني بشكله اللي هو الطبيعي اللي هو ال 38 اسبوع ان هيبقى اجباري هنلعب ماتشين في الاسبوع. نفس اللي حصل بعد عوده الدوري الممتاز بعد كورونا، هتلعب ماتشين في الاسبوع. حتى التوقف اللي هو في يناير عشان الامتحانات بتاع الترمات بتاعه الولاد وكده، اعتقد ان ده مش هيبقى موجود. صحيح كلهم بيدرسوا. صحيح بالظبط، لان احنا ما حسبناها لانها هتعمل حوالي 20 اسبوع وانت مطالب ان انت تلعب 38 مباراة. فهي ما لهاش حل تاني غير كده. طيب. الا لو فكروا يعملوا دوري مجموعات، يعني دي برضو انا ما اعرفش دي فكره مطروحه ولا مش مطروحه، ما عنديش يعني ما عنديش معلومه. طيب خلينا هتبان لما يعملوا القرعه بتاعه الدوري ان كان هيتعمل كده ولا ما فيش مناقشات بين يعني ما فيش مناقشات. انتوا على كمان على مستوى المديرين الفنيين للفرق الشباب، ما فيش مسؤولين مثلا من اتحاد الكره مثلا يعني الرؤيه ايه، الشكل ايه، ممكن شكل المسابقه يبقى شكلها كذا، لان برضه ده مهم يعني برضه ياخد الراي الفني بشكل ايجابي، وكل واحد بيقول مقترح وفي الاخر هو طبعا قرار صاحب القرار. يعني لا يعني ده ما حصلش لسه، ما حصلش. لا لا هو حصل تقريبا مع الانديه بتاعه الدوري الممتاز بس مع الممتاز بيه تقريبا، انما معانا احنا لا ما حصلش يعني. طيب احنا دلوقتي عندنا فاصل يا احمد، صح مش كده؟ عندنا فاصل دلوقتي، فاصل وبعدين نرجع نكمل مع حضراتكم البيت الكبير. اتفضل. رجعنا مع حضراتكم كابتن عمرو انور. عمرو عايز اخد رايك اجماليا في الدوري السنه دي، وبالنسبه للمربع الذهبي طبعا خلاف النادي الاهلي خلاص، والثلاثه الصاعدين والهابطين من القسم ب والعكس. يعني لو الدوري كان هيبقى يعني كان هيبقى افضل من كده، وكان شكله هيبقى احسن من كده لو كان منتظم طبعا، بس دي ظروف استثنائيه يعني ما العالم كله مر بيها. وحتى انت لو شفت هتلاقي الدوريات كلها تحس ان معظم الاتحادات يعني عايزه تكمل الموسم بس باي شكل بغض النظر على المستوى الفني او المستوى البدني او كده. فانا شايف طبعا ان فرق جدا مع النادي الاهلي البدايه القويه جدا، وفرق النقط الكبير جدا اللي عمله في الدور الاول قبل التوقف. فده فرق كويس جدا، لان الفترة اللي رجع فيها الدوري او رجع فيها النشاط كانت قليلة جدا، والمباريات كانت مضغوطة جدا. لو انت يعني لو احنا ما كناش يعني حاسمين الدوري من الدور الاول بشكل كبير جدا كانت الامور هتبقى صعبة. بس دي بقى ميزة يا هاني الفرق الكبيرة وفرق اللعيبة اللي عندها عقلية مختلفة. لان انت لو تلاحظ كنت هتلاقي معظم لعيبة النادي الاهلي الفترة بتاع التوقف دي كانت بتمرن ما حدش كان مريح فقط. يعني وده فرق ان انت رجعت بسرعه، الوقت بتاعك كان قليل، لما لعبت ماتشات مضغوطه اللعيبه كانت جاهزه بدنيا بشكل كبير جدا. فانا شايف ان دي طبعا حاجه يعني تحسب للعيبه صراحه. يعني بالنسبه للفرق اللي هبطت، احنا ده يعني احنا ده حال الدوري عندنا بقاله يمكن اكتر من 10 سنين، ان انت النهارده بقى عندك بطل الدوري النادي الاهلي لوحده في حته، وبعدين في ثلاث فرق اللي هم بينافسوا بعض عشان المربع الذهبي زي ما انت قلت، عشان الاشتراك في بطولات افريقيا. انما انت عندك بقى من العاشر ومن التاسع ومن الثامن، كان صراع بالظبط مشتعل. ده احنا بقى لنا 10 سنين في القصه دي اللي هو انت بس السنه دي كان بزياده بس السنه دي اكتر يعني كان. يعني انا قصدي اقول يعني مش متعودين، مش حاجه جديده يعني. مش حاجه جديده. انا بالنسبه لي مش حاجه جديده ان انت اكتر من 7-8 فرق بينافسوا على الهبوط او على البقاء في الدوري. اقل الفرق يعني انا اللي كان بالنسبه لي مفاجاه صراحه اسوان. يعني انا كان بالنسبه لي لان هم فعلا اقل امكانيات واقل لعيبه، مع ذلك تميزوا في الاداء. دي حقيقة. دي حاجه تحسب جدا طبعا لكشري بصراحه، لانه الفتره اللي مسك فيها برده كانت فتره صعبه جدا، فتره ضيقه جدا، وفتره ان انا النهارده راجع من 4 شهور توقف وفرقه ما حدش كان
يعني عنده شكل. كابتن مجدي عبد العاطي كان عامل شكل مش وحش برضه، خلينا نتكلم بكل امانه يعني، هو هو كمل على بس كان فتره صعبه. انا معاك بس انا لا انا بتكلم في وضع الفرقه في النقط بالنسبه للفرق الثانيه والامكانيات ترتيبهم. انت برضه النهارده لما فرقه تلعب الدور الثاني كله بره ملعبها، انما تبقاش موجوده في ملعبها محرومه انها لا دي برضو انا شايف انها ظروف صعبه جدا، فدي برضو يعني حاجه نحييها عليها ونحيي نادي اسوان عليها طبعا. بالنسبه للفرق اللي صاعده احنا برضو بنتكلم في يعني المحله انا سعيد جدا طبعا المحله صعد، لان من الانديه الجماهيريه يعني الدوري كل ما بيبقى فيه انديه جماهيريه بس طبعا مع عودة الجمهور يعني ده هيفرق، المنافسه بتبقى احلى يعني هيفرق هيفرق بشكل كبير جدا. سيراميكا انا شايف برضو ان هي يعني بقى لها اكتر من 3 سنين 4 سنين بتنافس لحد اخر مباراه، السنه دي صعدوا. مين تاني؟ البنك الاهلي. البنك الاهلي برضو ده وافد جديد، يعني اتمنى ما يبقوش بقى اللي هو حته بقى تمثيل مشرف والضيوف الشرف اللي هي بتيجي تلعب سنه في الدوري وبعدين تنزل تاني. بالظبط، وخصوصا يعني خصوصا فريق زي فريق المحل، فريق المحل عانى من فريق كبير من بطل الدوري وبيضم بالظبط ولعب افريقيا وبيضم تاريخ كبير جدا، انه يبقى بالشكل ده وبالوضع ده وانه يلعب في القسم الثاني فترات طويله كده. اتمنى بقى ان يعني الاخطاء والسلبيات اللي حصلت في السنين اللي فاتت ما تتكررش ويرجع تاني غزل المحله لوضعه ومكانته الطبيعيه ان شاء الله. واحده من القرارات المهمه اللي اتخذها اتحاد الكوره في الموسم ده انه فكره المدربين وتغييرهم، لانها برضو كانت ظاهره مش لافته للنظر، دي كانت كارثه يعني. شفت القرار ده ازاي وتوقيته كمان كابتن عمرو؟ لا انا شايفه قرار ايجابي جدا. لان احنا برضو السنه اللي فاتت شفنا حاجات غريبه يعني، احنا يعني انا شفت حاجات ما بتحصلش غير في مصر، انا ده رايي يعني. بس هي برضو هي سلاح ذو حدين برضو يعني، احنا النهارده ما في اوقات كتيره جدا بيبقى مدرب ماشي كويس او بيعمل شغل كويس والنتائج بتاعته ما فيهاش توفيق، او حصل خلاف ما بينه وما بين الاداره فالاداره شالته. يعني انا شايف ان النقطه دي لازم تتنفذ مع المدربين اللي بيسيبوا. هي في نقطتين مع المدربين يعني اللي بيسيبوا يعني انا النهارده شغال في وسط الموسم واجي اقدم استقالتي فجاه وامشي عشان اروح امسك نادي تاني، ده اللي حصل تمام. فانا شايف ان دي لازم تمشي كده، انما النهارده لو انا النهارده النادي مشى مدرب، هو المدرب النادي لو مشى مدرب من حقه ان هو يدرب يشتغل مره واحده كمان، لكن لو المدير الفني او قدم استقالته ممكن مش هيشتغل تاني، مش هيشتغل في الدرجه دي ينزل بقى درجه ثانيه او يستنى. انا شايف ان ده قرار ايجابي جدا، وكمان توثيق العقود ده شيء مهم جدا، حاجه برضو مهمه كان جداً. ممكن انت عارف السنه اللي فاتت كان بيحصل يا عمرو يعني مش واحد السنه اللي فاتت هو يعني من سنين ده برضو مستمر بقى طبعا الموضوع بشتغل من غير عقد وفي اي وقت امشي واي وقت يعني كلام كان كله عشوائي. انا شايفه من القرارات الايجابيه. انا بس يعني انا شايف ان احنا لما ناخد قرار نستمر بقى عليه يعني احنا عارفين ان في انت شامم ريحه شياطه. لا مش شامم، انا اللجنه دي خلاص هتمشي المفروض كمان اللجنه الخماسيه مظبوط، وهيجي اتحاد منتخب صحيح ممكن يجي النهارده ممكن القرارات دي تتلغي. انا شايف ان ده حاجه مهمه جدا، حاجه ايجابيه لازم نساندها ونتكلم عليها، لازم يوضع حد دي حقيقه. وانا شايف يعني انا شايف ان ده هيخلي يعني هيخلي حتى في احترام في التعامل ما بين المدربين والانديه وما بين الانديه والمدربين، ودي حاجه ما تزعلش يعني. طبيعي النهارده لو في انا القصه بقى الثانيه اللي انا اتمنى انها تحصل مع المدربين زي ما بيحصل بره، ان النهارده لو نادي اقال مدرب يبقى لازم يديله بقيه عقده طبعا، مفيش حاجه اسمها شرط جزائي شهر وشهرين لان وارد جدا ان انا النهارده لما انت هتمشيني او هتمشي اي مدرب وارد جدا ان انت تقعد في البيت صح. ممكن الموسم كله يقعد في البيت، ففي المقابل احصل على حقوقي كامله بالظبط، لان انت بالظبط انا دي انا يعني زي ما انت منعت المدرب اللي يقدم استقالته ان هو يمشي يروح يشتغل مع فريق تاني، لا لازم برضو تضمن حق المدرب، لان وارد جدا المدرب يختلف مع الاداره والاداره تقول او الاداره تتلكك المدرب وتمشيه يعني في مواقف كتير بتحصل كده ان هو مش قادر يعني مش قادرين يتفاهموا فبيمشيه. فالطبيعي ما هي لازم تبقى ملزمه للطرفين. انا معاك انا النهارده لما انا كمدرب هحس ان انا هتعاقب لما هفسخ عقدي، يبقى لازم النادي برضو
طبعا ما بقولش مش عايز اقول يتعاقب، بس لازم النادي يدفع مش التزاماته ومسؤولياته على المدرب. مش عقاب، الكلام ده موجود بره. ولو لو المدرب ليه 3 سنين بياخد 3 سنين لحد ما بيشتغل ده اللعيب. انت تعرف ان اللعيب كده كمان يعني كان حتى في عقود وانا كنت بلعب يعني متعاقد بقى لي سنتين مع النادي، جه النادي قال لي شكرا، بيديني السنتين بغض النظر انا رايح فين. ده وضع طبيعي لحد ما بس انا يعني مثلا موضوع المدربين ده بالذات بره كده، المدرب يفضل ياخد العقد بتاعه لحد ما يشتغل. يعني خلاص اول ما يشتغل او يتعاقد مع نادي تاني خلاص اوكي، بقى عقده وفلوسه وحاجته مع النادي التاني اللي هو اللي موجود. فدي برضو لازم نقطة تبقى موجودة، زي ما دي موجودة لازم دي تبقى موجودة. بنعول على اتحاد الكرة المنتخب إن شاء الله إن شاء الله إنه ينظر في أمور كثيرة، يعني كلنا بنتساءل فيها بقالنا سنين طويلة. بالظبط. كابتن عمرو شكرا، أنا اللي بشكركم وسعيد جدا إن أنا كنت معاكم، وانا بقى عايز اشوفك بره مش هنا ان شاء الله. على الواتساب بتتقابلوا؟ لا لا ما عايز ما هو يا واتساب يا هنا، فعايز اشوفه بره. لا ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. نورتنا يا عمرو، ربنا يخليك ان شاء الله بالتوفيق، وتطلع لنا اجيال كده مميزه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. بعد الفاصل نستقبل في البيت الكبير الكابتن الكبير ماهر همام. اتفضل. في البيت الكبير مشرفنا ومنورنا واحد من ابناء الاهلي الكبار والخبراء في قطاع الناشئين، وبيعتبروا كتير الحقيقه احد افضل المدافعين في تاريخ كره القدم المصريه معروفه، كابتن ماهر همام. اهلا بيك. اهلا بيك يا سعاد، نورنا. ربنا يخليك يا رب، وبتشكر طبعا على المقدمه الجميله. ده اقل حاجه يعني، اقل حاجه بجد. وخلي بالك كابتن مش واخد حقه، كابتن هاني مدلعني قوي. لا يعني كابتن ده انت كابتن كده يعني، جاب تقرير خلاني سخنت، حسيت ان انا عايز العب. لا والله يا كابتن بدون مجامله يعني حضرتك من يعني مثل اعلى ليا انا شخصيا، وكنا بنتفرج عليك وانت معروف انت مش من الناس اللي ما خدتش حقها على المستوى على مستوى الاعلامي، من المدافعين فعلا العظام على مستوى الكره المصريه. فدايما لنا الشرف انك تكون موجود معانا كابتن، وعايز استغل الفرصه كمان يعني نهني انا وانت وكمان سهام الكابتن محمود الخطيب. ده خلاص عدت 12، كل سنه وانت طيب يا بيبو. اسطورتنا الكبيره الكابتن محمود الخطيب بنقول له كل سنه وانت طيب، عيد ميلاد سعيد. مواليد برج الميزان. انا 3/10 برج الميزان. لا مش ميزان، مش ميزان كده اقرب. والله كده انا كنت فاكره بقى ميزان عايز ادخله في المنظمه. لا اقرب وفي اول برج العقرب وفي اول طبعا كل سنة طيب. طبعا يا كابتن محمود الخطيب طبعا عقبال 100 سنه كده يا رب ان شاء الله، وبالف خير وطول العمر يا رب. وفرصه كمان بردك نعيد بقى على المولد النبي، نعيد على كل سنه وانت طيب طبعا. ويعني نتمنى طبعا ان شاء الله يبقى عيد سعيد علينا وعلى الامه العربيه اجمعين يعني، ومسلم في كل مكان يعني. وحضرتك بالف خير. ما ينفعش كابتن ماهر يكون معانا النهارده غير لما يقيم لنا بطوله الدوري بشكل عام، وخاصه خط الدفاع في الموسم ده. قيمته ازاي كابتن ماهر؟ هو المرحله الاولى بتاعت فايلر الدور الاولاني كان كان واضح قوي ان شخصيه فايلر اول ما جت ان هو عايز يعمل حاجه ويعمل تاريخ بالنسبه له، وفعلا اتحقق في بدايه مشواره. بانت الشخصيه وبانت الاستراتيجيه اللي هو قادم اليها، وطبعا ساعده بشكل كبير جدا المؤسسه الكبيره مؤسسه النادي الاهلي اللي بتنجح اي حد. نعم. فهو نجح بشكل كبير جدا في الدور الاولاني، عمل نتائج تتحسب له، تحسب للجهاز الفني اللي كان موجود معاه. ويعني كان النادي الاهلي كان واضح ان هو يعني حطم ارقام كلها ايجابيه، وقربتنا من بعد نهايه الدور الاولاني كل الناس اطمنت ان النادي الاهلي خلاص حقق بطوله الدوري العام. بالرغم من الاصابات وبالرغم من المشاكل الكثيره اللي تعرض لها المركز ده تحديدا يعني. بالظبط. وبالنسبه لخط الظهر طبعا هم مش محظوظين يعني. اولادنا في الـ في الـ في الـ في خط الظهر مع الأسف يعني معظمهم نالتهم موضوع الإصابة وأثرت عليهم وأخرتهم بشكل كبير. وأنا بحييهم طبعا لأن هم كلهم عناصر، مش عايز أنسى اسم، كلهم عناصر دوليين وعناصر يعني مهمين جدا في منتخبنا القومي، ومهمين جدا مع النادي الأهلي. وبحيي طبعا الخبرتين اللي هم عاملين اتزان بشكل كبير جدا، علي معلول وأحمد فتحي، يعني هم اللي عاملين توازن وعاملين مسانده بشكل كبير جدا هاني بخبرتهم لبقيه الخط يعني خط الدفاع. كنت اتمنى ان رامي يعني الاصابات الكثيره اللي بتناوله، كنا نتمنى رامي لما عدلنا مره ثانيه
كنا نتمنى ان رامي يستمر، لان استمراريته يعني انت عارف المكان ده بالظبط بيساعدنا بشكل كبير يعني. لكن طبعا الجواكر الحمد لله كانت موجوده يعني زي ياسر ايمن اشرف، انا بحيي ايمن اشرف لانه برضك بيعتبر جوكر من الجواكر اللي احنا كسبناها في المكان ده وفي الباك ليفت. محمود متولي خامه جميله جدا ولكن مش محظوظ موضوع الاصابه، يمكن بعد ما بدا يقف على حيله بدا يعني ياخد الثقه بالظبط كده وبدا يعرض نفسه بضعته لجماهير النادي الاهلي، لكن موضوع الاصابه اثرت عليه. ياسر ابراهيم الحمد لله برضك على الفترات الماضيه تبدا تحس بوجوده، تحس ان هو عايز يكون عنصر من ضمن العناصر الركيزه في هذا المكان. زي ما قلت لك يعني مهم جدا يلعبوا مع بعض، يعني اي اثنين يعني ياسر وايمن وجوده مع بعض في الفترة اللي فاتت مع موسيماني عملوا شكل كبير جدا وعملوا ارتياحية لهذا الخط وادوا طمأنينة لحراسة المرمى الشناوي العملاق اللي وراهم وبقية الخطوط الباقية، ان عندنا خط ظهر قوي صعب جدا حد يخترقه. مش غريبة شوية ان خط الدفاع هو اللي بقى بيتصاب النهارده؟ مش كده؟ يعني هو اللي بيزيد، احنا اللي بنعوض، انت اللي بتعوض، بس انت اللي بتعوض. يعني انا قبل ما ادخل لحضراتكم كنت بسال السؤال ده يعني معايا الاخوه زمايلي في الاعداد، فانا قلت لهم في حاجه غريبه يعني صراحه، يمكن اهالي يعني يمكن اتفق معايا في الحته دي. زمان سهام المدافعين كانوا اقوياء، يعني السد باكات كانوا مشهورين بالقوه والتشتيت والعنف واللي يقرب منهم يعني بيخاف. فمع الكره الحديثه بقى طبعا مع النيو لوك الجديد ده ما يعني هو في اصابات كده قدريه، بس انتوا ما لحقتوش التعوير يعني. هو لا هي التعويره واحده يعني اللي جت خلاص بيخلص يعني. انا جالي رباط صليبي بس يعني الحمد لله يعني كل حال كنت خلاص يعني 34 35 سنه، لكن في اصابات قدريه يعني محمود متولي رباط صليبي ما يقدرش يعمل في حاجه، في رامي تمزق يمكن عنده تمزق عضلي، ما يعني كلها اصابات قدريه، لكن ملحوظه ان فعلا للاسف السردباكات بتوعنا وكان سعد سمير قبليهم ودلوقتي يعني مش موجود عشان مش مقيد، فكل دي ظروف استثنائيه يا كابتن، لكن في ظل الظروف الاستثنائيه ده النادي الاهلي احسن خط دفاع في الدوري المصري. وانا عايز اقول كمان هم معذورين لان هم ضغطوا سنتين ورا بعض، يعني صعب على لعيبه النادي الاهلي يلعبوا منتخب ويلعبوا نادي وعلى افريقيا وعن كاس وعن دوري، فاحنا قعدنا سنتين يمكن دي السنه الثالثه كمان هاني لمجموعه الاهلي بالذات يعني. فعشان كده يمكن عدم الراحه وعدم الاستشفاء الكافي لعيبه النادي الاهلي، الاصابه نالت لبعض نجومنا وخصوصا في خط الظهر، يعني احنا مش محظوظين يعني الخط الوحيد اللي فيه كثره الاصابات بشكل كبير. نتمنى الفتره اللي جايه ان شاء الله ربنا يرجعهم لنا بالسلامه وموضوع الاستشفاء ويعودوا مره ثانيه، عشان محتاجينهم لان المنافسه طويله اذا كانت في افريقيا او دوري العام او كاس مصر والدوري الجديد يعني بنتكلم عليه، فطبعا واضح ان هيبقى في مشقه بشكل كبير جدا على لعيبه النادي الاهلي. وخط الظهر ده وراه يعني حارس مرمى عملاق اسمه محمد الشناوي، يا كابتن قد ايه ساعدهم في البطوله السنه دي؟ شايف استفاد ازاي حتى من البطوله السنه دي من الدوري وفرقت معاه في ايه؟ هو على المستوى كمان يعني على مستوى محمد شايف ان هو ممكن يكون طلع بايه؟ انا شايف ان شخصيه محمد اكتملت يعني النضج اكتملت النضج اللي حصل له الفورمه الرياضيه اللي وصل لها اديته شخصيه واديته بوش بشكل كبير جدا، يعني حتى في 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 في, في شكله واداءه وتركيزه في المباراه تحس كده ان فعلا مركز طوال 90 دقيقه، تحس بقى قائد نضج بقى انا بعتبره ليبرو لخط ظهر النادي الاهلي. في معظم الاوقات سهام يهاني كان بيقدر يعني يسد لنا ثغرات كثيره جدا بيقع فيها خط الظهر وبيتعامل معاها كليبرو وليبرو كمان على اعلى مستوى، فدي من ضمن الحاجات اللي اكتسبها الشناوي خلال الفتره اللي فاتت ديت مع الشخصيه بقى طبعا بصفته كابتن فترات كثيره جدا كان كابتن لفرقه، فالكابتن بيبقى ليه دور كبير جدا وخصوصا لما من ورا، يعني يمكن انا وهاني تملي اللي من ورا ده بيبقى شايف الملعب كله بالزبط. فيقدر يوجه الناس بشكل كبير، فهو بصفته كابتن واخر واحد في مجموعه فرقته كحارس مرمى
قدر بشخصيته واسلوبه ان هو يوصل المعلومات المظبوطه لمعظم اللاعبين، يعني حتى صوته كان بيوصل لراس الحربة. أيوة كمان يعني. أيوة من ضمن الحاجات اللي عملها الكونتر اتاك اللي عمله في مباراه الجونه، الهدف اللي سجله مروان محسن كان بالظبط نادى عليه يعني. هو بعد ما طلع قطع الكوره نادى عليه وعمل له لونج باص الطويل ده اللي جابه منه هدف مروان محسن. فالشناوي مكسب كبير جدا للنادي الاهلي، وهو انا بعتبره احسن لاعب السنه دي، ويمكن هو مشارك بشكل كبير جدا مع زمايله في احراز بطوله الدوري العام. اكيد اكيد، وايدك تماما كابتن في موضوع النضج والشخصيه اللي كمان كانت بتظهر بشكل كبير في اوقات صعبه وضربات جزاء. اعتقد 7 ضربات جزاء صد منهم 4 ضربات جزاء في اوقات، وكلهم 4 ضربات جزاء متكرره ورا بعض المباريات، وفي اوقات صعبه جدا. حضرتك تشوفه وهو واقف حتى ضربه جزاء اللي جت علينا في مباراه الوداد، كميه الهدوء والثقه دي كمان يعني بتدي له كمان اريحيه ان ما يكونش فيه عصبيه في الاداء، وبالتالي تركيزه كبير قوي على الكوره، ودي من الحاجات اللي مميزه بيها دلوقتي. فيعني انا بايدك تماما في الجزئيه دي، ونروح بيها على حضرتك شفت الماتشين ازاي بتوع الوداد اجماليا، الشوط الاول في المغرب والشوط الثاني في القاهره. بص، هذه الماتشات الكبيره الدوليه العالميه اللي بشكل ده خصوصا مع شمال افريقيا بيبان معدن لعيبه النادي الاهلي. يعني انا ما كنتش قلقان يعني، لما سالوني قالوا لي على، قلت لهم بصوا يا جماعه المباراه دي هتشوفوا حاجه ثانيه، هتشوفوا سيستم ثاني، نظام ثاني. موسيماني كان مشارك فيه، لكن طبعا نسبه موسيماني 30%، النسبه الاكبر للعيبه 70%. ولعيبه النادي الاهلي بتحب المباريات اللي بالشكل ده اللي فيها مصيريه، سيمي فاينل، فاينل، خارج او داخل، بيبان التركيز بقى فعلا بقى. ويبان معدل لعيبه النادي الاهلي واستنفارهم، وبيبان روح الفنانه الحمراء. هم بيحسوا ان هم لابسين الفنانه الحمراء اللي هي يعني عبء كبير جدا عليهم، مسؤوليه كبيره عليهم، في 80 مليون وراهم مستنيهم، في مجلس اداره، في جهاز فني، في قطاع ناشئين، في مدربين، يعني منظومه كبيره جدا مستنيه هؤلاء النجوم المحترفين المحترمين. فانا ما كنتش قلقان قبل مباراه الوداد، بالعكس كان عندي ثقه كبيره جدا. يعني حتى الناس قالت لي يعني احنا ممكن نكسب، قلت لهم اه هنكسب في الوداد، لان اللعيبه في المباريات دي بتبقى حاجه تانية. وكمان هيساعدنا ان جمهور الوداد مش موجود، يعني ويمكن جمهور الوداد برضك بيبقى موجود مالي الملعب في معظم مباريات الوداد، وبيديهم دوافع وبوش واستنفار ودوافع كتيره. فالنهارده عدم وجود الجماهير المغربيه داخل الملعب بالظبط اثرت على الوداد بشكل كبير. عايز اقول لك كمان يا هاني، وهما بيسخنوا قبل بدايه المباراه انا شفت شكل ووجه لعيبه الوداد خايفين خايفين من الاهلي فعلا. حتى الجهاز الفني يعني موسيماني لما راح سلم على الجهاز الفني بتاع الوداد انا حسيت ان الناس قلقانه فعلا، اسم النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي والمرحله الانتقاليه اللي النادي الاهلي فيها باداء مع موسيماني، تحس ان لعيبه الوداد مشدوده، خايفه قلقانه، وفعلا الخوف ده اثر بشكل كبير جدا على ادائهم. الاخطاء اللي وقعوا فيها طبعا من خلال ال 90 دقيقه الاولانيه من الخطا الدفاعي اللي حصل ده بياكد لك ان فعلا الناس دي قلقانه من النادي الاهلي، واحنا استغلنا الحته دي. برافو عليك يعني، احنا استغلنا الحته دي يا سام، وقدرنا ان احنا يعني تبان شخصيه لعيبه النادي الاهلي، فرضنا اسلوبنا، بدانا نلعب الكوره اللي احنا بنحبها، جبنا هدف وجبنا الهدف الثاني، خلصت الشوط الاول والثاني خلص من المغرب يعني. دي حقيقة. وبعدين طبعا الشوط الثاني هنا في ثقه بشكل كبير جدا، قدرنا نحرز 3 اهداف، والاداء كان فيه ارتياحيه، اسلوب واضح ان موسيماني بسرعه. الجانب النفسي هاني انا شايف ان هو حط ايده عليه بشكل كبير، حتى علاقته باللعيبه قربهم منه مظبوط بداوا يسمعوا له، في تحدي بشكل كبير. وبعد كده بقى طبعا اسلوب التكتيك واسلوب والاستراتيجيه اللي بيلعب بيها، وهو كمان عنده حاجه جميله، حته اللعب البرازيلي اللي بالظبط اللي بيلعب بالشكل داونز بالظبط. اكيد هو في شغله عايز يضيفه للعيبه النادي الاهلي في خلال الفتره اللي فاتت. انا شفت في مباراه الوداد بعض الباصات اللي فيها التسليم والتسلم اللي هو في نص ملعبنا، وبعدين في نص ملعب الخصم بالحته الايجابيه، وبعدين وجود ثغره نقدر نستغلها ونقدر نجيب منها هدف. فانا شايف ان ده اسلوب واضح قوي ان هو ذكي
وهيدخلوا دخلوا في اداؤه للعبه النادي الاهلي، عشان هنبدا نشوف صوره ثانيه بقى. اللي فات كان شيء واللي جاي هيبقى شيء افضل ان شاء الله باذن الله. هنرجع تاني وتوقعات حضرتك طبعا للمباراه النهائيه بالرغم من التاجيل، بس النهارده الاهلي بيودع بطوله الدوري، بيودعها بالارقام القياسيه فين؟ في ملعبه الجديد الاهلي والسلام. رجعنا مع حضراتكم الكابتن ماهر همام. موسم استثنائي، موسم اعتقد كله نجاحات بشكل كبير جدا رغم الصعوبات. خلينا نتكلم مع حضرتك كمان مع نهايه الموسم ومباراه طلائع الجيش، الرؤيه الفنيه اللي حضرتك شايفها لمباراه طلائع الجيش في ظل ان موسيماني في خلال الثلاث اربع ايام اللي فاتوا بيضم اكثر من 8 او 9 لاعبين من تحت السن قطاع الناشئين، اللي حضرتك كمان هتكلمنا عن الشغل الشاغل للكابتن ماهر همام. يعني هو طبعا مبروك وهيبقى يوم عيد بالنسبه لنا، رايح يعني رايح الاستاد عشان نتفرج بقى على الختام الجميل دوت. موسم جميل للنادي الاهلي، مجلس اداره طبعا هنبارك له، جمهور النادي الاهلي العظيم، اللعيبه، كل الناس اللي اشتغلت في المنظومه الرياضيه، هيبقى يوم حافل بنختم بيه. انا شايف انه برضك الراجل بدا يعني قطاع الناشئين، وانا شايف عمرو قبل ما اطلع اتكلم على قطاع الناشئين، والنهارده فرصه ان عمرو انور بالخبرات ديت، ياسر رضوان، هاني موجودين، وانت كنت قبل كده موجود في قطاع الناشئين، فالخبرات دي بتاثر بشكل كبير جدا على قطاع الناشئين. كلكم اتعلمتوا، كلكم درستوا، كلكم جايين من مدرسه النادي الاهلي، فالحاجات دي بتفرق جدا يا هاني. وجود الخبرات في قطاع الناشئين هتسهل لنا مأمور الراجل ده ان احنا نقدر نطلع زي ما كان عمرو بيتكلم، هنطلع عناصر مباشره خلال الفتره القادمه. وانا عايز اقول لك ان توقيت طلوع الناشئين ده برضك بيبقى ليه توقيت ومعايير بشكل كبير. انا شايف برضك لجنه التخطيط بتشمل نجوم كبار، اذا كان كابتن محسن صالح او كابتن محمد الخطيب او زكريا، فعندهم درايه بشكل كبير جدا في الجزئيه دي. فالنهارده التنسيق اللي بين قطاع الناشئين وبين الجهاز الفني الفريق الاول ده المطلوب، ان هما المتابعه. زمان هانك عشان كان الجزيره لمانا كلنا، ما كانش فيه بقى فكان بنتفرج بقى احنا شايفين ان هاني رمزي ده جاي واعد من قطاع ناشئين، الجهاز الفني موجود واللاعبين حتى كلنا عارفين بعض، يعني عارفين اللعيبه من قطاع ناشئين تحت. احنا كنا بنخلص يعني تمريننا مثلا بيبقى الدوريه الساعه 12 وتتفرجوا على ويبقى الفريق الاول نازل على الساعه 3، واحنا خارجين يعني بيبقى لحظات الواحد بيفتكرها دلوقتي يعني لحظات جميلة جدا جدا جدا. وعايز اقول لك حاجه هاني، تحس بالدفء الحقيقي، يعني احنا كلنا الفريق الاول لكن عارفين هاني، عارفين كوردي، عارفين حسام، عارفين طارق وزيد، عارفين بعض في مكان واحد وعايز اقول لك كمان لو تفتكر يعني ماتشات الاهلي والزمالك في الناشئين كنا بناخد الجزم بتاعت اللعيبه الكبار، يعني انا مثلا كنت اروح لمصطفى يونس نفس المقاس فاخد جزمته عشان العب بيها مباراه الزمالك. يعني التعامل اللي بين اللعيبه الكبار واللعيبه الصغيرين حتى في اللبس حاجه يعني كان برضه ليه طبعا نوع خاص، كانت بتدينا ثقه بشكل كبير. يعني نجومنا الكبار اللي احنا مثلنا الاعلى لما كنت تروح بقى تقول له عشان مباراه الزمالك عايز بقى البس جزمه يعني اديداس وشكلها عامل ازاي منوره عشان تطلع في التلفزيون وانا كنت فاكر الجزمه اللي بتلعب بيجن موك اللي بيلعب لا ذكريات جميله طبعا. فطبعا يعني عايز اقول ان البيت الكبير في الجزيره بالذات كان بيبقى ليه عادات وتقاليد جميله. بعد فروع بقى النادي الاهلي والتطوير اللي حصل في الفروع مدينه نصر والشيخ زايد وبعدين التجمع، راح قطاع الناشئين لمدينه نصر. لكن زي ما عمرو قال في متابعه بشكل كبير جدا بين القطاع وبين الفريق الاول، هم بينقلوا لهم الصوره عن الولاد المميزين دول. ده من اول يوم حضر فيه موسيماني كمان بالزبط. يعني زي ما قال سأل. كابتن عمرو يعني قعد معاهم من ضمن المشروع، يعني هو راجل جاي بمشروع فعلا منه القطاع ده. فطبعا موضوع المشروع ده يبقى الراجل ده جاي عنده استراتيجيه انه يقعد اكتر من سنه، سنتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، وعدوا من النادي الأهلي سنتين بس إن شاء الله يعني زي ما حضرتك بتقول لو في نتائج تساعده وتقدمه لأن عنده فيجن وعنده استراتيجية. تفتكر حضرتك هيبدأ بالولاد الصغيرين مباراة طلع الجيش ولا يعني ممكن؟ أنت حضرتك لسه بتقول الدفع بالناشئين بيبقى في وقت معين ووقت خاص جدا هو المدير الفني اللي يكون عارفه، تفتكر ده وقت مناسب
انه يدفع ببعض العناصر الشابه في مباراه طلائع الجيش؟ هو الفترات اللي كانت قبل كده مع مستر فايلر كان في بعض العناصر بتشارك في المباراه الحبيه دي حقيقة. والناس بدات تعرفهم بشكل كبير يعني. يعني في النهارده بوجود اللعيبه الخبره هاني اللي موجوده عليها تيم النادي الاهلي مش هتبقى قلقان، انت كسبان دوري مظبوط وان شاء الله ربنا يكرمك يا رب بافريقيا اللي جاي وكاس مصر ان شاء الله. فانت النهارده عندك نخبه من اللعيبه اللي عندها خبرات تقدر تشيل اللعيبه دي، هي ممكن تزق 4-5 مثلا من الولاد ومحاولهم خمسه يعني ان شاء الله باذن الله يعني حتى مثلا لو ولدين في الشوط الاولاني وبعدين نبدا في التغييرات اذا كان نقدر نضيف عنصر او عنصرين برضك ندي يعني فرصه للولاد دول هم يعرضوا بضاعتهم ويعرضوا امكانياتهم لجماهير النادي الاهلي اللي بتتفرج عليهم، فمش هنبقى قلقانين احنا يعني في يوم عيد ان شاء الله يوم مباراة الجيش والناس كلها بتتفرج علينا وفعلا يبقى عنصر او اتنين من ضمن العناصر الناشئين اللي يقدروا كمان يوروا الناس الناس ان هم لعيبة على اعلى مستوى وان هم ممكن بالوقت يبقوا اساسيين ويكملوا مشوار مع هؤلاء النجوم يعني. طب بعيدا عن الاهلي لان الاهلي دائما ما يغرد بمفرده، يعني البطوله بشكل عام بطوله الدوري كابتن ماهر همام شافها ازاي؟ يعني قيمت حتى مستوى المدربين الشباب اللي مسكوا فرق في الموسم ده ازاي؟ طبعا الاهلي حسم البطوله من الدور الاولاني اديته ارتياحيه بشكل كبير جدا واديته ثقه. الدور الثاني حصل نوع بقى من الاستنفار والنقاط الثلاثه فحصل صراع على المركز الثاني، قدر نادي الزمالك ان هو يعني 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 يكون في المركز الثاني بعد صراع مع بيراميدز. بعض الفرق اللي في القاع اللي هي من بدايه الموسم وضحت ان هي خبرتها الاداريه والفنيه قليله حتى الامكانيات الماديه ما ساعدتهمش بشكل كبير جدا ان هم يتواجدوا في هذه المنافسه. الدور الثاني كان اقوى، يعني الدور الثاني اقوى من الدور الاولاني لان كان كله بيصارع على تحقيق المراكز او الاهداف بالظبط اللي هم كانوا بيسعى عليها. لكن طبعا بالنسبه للنجوم ونجوم النادي الاهلي اللي ظهروا كمدربين في الدوري العام على راسهم طبعا عماد النحاس في مع المقاولين عامل حاله بشكل كبير جدا، اكتسب خبرات، عماد نضج بشكل كبير. هو اختار كمان منظومه زي المقاول العربي عندها من الامكانيات البشريه والماديه تساعد عماد النحاس. عندنا كشري كمان مع اسوان ودي يعني مهمة انت عارفها، هذه مهمة صعبة انك انت بتشتغل مع الفرق اللي هي امكانياتها ضعيفة صحيح. فقدر كشري بالامكانيات ديت ان هو يقدر ان يحطهم ويتواجدوا في الدوري الممتاز. علي ماهر بعد التنقلات اللي حصلت مع المصري عمل كمان طفرة بشكل كبير جدا. كابتن مختار مختار في الانتاج الحربي طبعا كابتن مختار يعني نجاحاته مستمرة، انا شايف ان مختار بعتبره شيخ المدربين يعني هو اكتر واحد أكيد. عنده خبرة برضك بيشتغل باحترافيه بشكل كبير جدا. احمد سامي يعني احمد سامي ابن النادي الاهلي برضك من المدربين اللي هم عنده جرأه وعنده شجاعه ما بيخافش بيخش من محطه لمحطه لكن بيحاول على قد ما يقدر نحط بصمه بشكل كبير في كل فرقه بيشتغل فيها. وحتى على مستوى طلائع الجيش يعني حتى لما المسؤوليه جت لعبد الحميد بسيوني طبعا كابتن عبد الحميد بسيوني كمان ادى بشكل كويس كمان في ظروف كان طلائع الجيش يعني في مواقف كتيرة جدا كان في قاع الدوري وقدر يعني اعتقد برضه من كان في يعني وصل مثلا 10 او 11 دلوقتي في الدوري بس كان يعني كان عمل شغل كبير قوي مع طلائع الجيش بصراحه يعني ندي له حقه كمان. الخبرات اللي موجوده بقى كابتن طلعت يوسف طارق العشري حلمي طولان كابتن مختار دول يمكن تصنيف اول يعني عندهم من الخبرات اللي بيقدروا يشتغلوا بشكل كبير جدا مع كل فرقه وبيبقى في استراتيجيه وفي شكل وفي اداء وفي اهداف بيسعوا اليها. لكن هي طبعا عشان 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 الفرقه دي تحصل على بطوله محتاجه مقاومات اذا كانت جماهيريه او ماديه او بشريه. انا شايف يمكن على راسهم بيراميدز هو يمكن اللي عمل حاله في شكل الدوري المصري ان هو بسرعه يعني خلال سنه او سنتين يكون فرقه والفرقه دي تقدر توصل لنهاية كاس افريقيا ثم توصل للمركز الثالث في بطولة الدوري العام. فطبعا انا بحييهم على الاداء اللي هم عملوه خلال السنوات اللي فاتوا. يعني فكره صراع هبوط بعض الانديه ده يفيد الدوري المصري ولا ما يفيد ولا يضره اكتر؟
هو 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 الهبوط عامه حسب اللائحه، وده حق مشروع يعني لكل الفرق. انا قصدي كثره الفرق اللي بتتصارع على الهبوط يا كابتن ماهر. طبعا كتير كتير قوي، والسنه دي السنه دي كانت ظاهره يعني. أيوة. اكتر من 6-7 فرق قريبين ببطء وبصيبه. وصل المركز، كان المركز التاسع لغايه المركز ال 18، كان فرق 4 نقط واسماء كبيره كمان يا هاني يعني. يعني منهم كان الاتحاد والمصري واسماعيلي وانبي يعني طلع الجيش. طلع الجيش حاجه غريبه يعني. يعني المفروض المؤسسات دي ليها من الخبرات، معاها اداره على اعلى مستوى، معاها مدربين عندها خبرات كبيره جدا في الدوري الممتاز. يعني ما اعرفش الحل وصل بيهم للدرجه دي، لكن زي ما احنا متعودين بيجوا في الاخر وبيبداوا يعني الاداره بتبدا تزود في المكافئات، اللعيبه بتبدا تركز، شبع الهبوط بيخوفهم، فالدنيا بتبدا ترجع تاني. لكن عايز اقول يعني ان الكلام ده المفروض من بدايه الموسم. يعني احنا تملي فينا عيب في الكره المصريه في الفرقه كلها، يفضل مستني وبعدين ابدا الحق لو لحق وتعالى لو لحق يعني. زي ما حضرتك بتقول، ويمكن حضرتك مدير فني كمان كبير وعارف ان دايما بيبقى الدور الثاني بيبقى اصعب كتير جدا، لان كل واحد عايز يجمع النقط اللي ما لحقش، فبيبدا الدنيا اللي بيبقى عصبي، مجلس الاداره بيبقى عصبي، لو نادي جماهيري بيبقى فيه ضغوط كبيره جدا. فعايز اخد راي حضرتك، لو جبنا تصنيف، حضرتك قلت تصنيف من وجهه او من الناحيه الفنيه، شايف اديني كده تصنيف، تقول لي اول 5 لاعبين كانوا سوبر او احسن 5 لاعبين في الدوري المصري 19-20. يعني عارف هنا انا بقالي سنتين عايز احط ايدي كده على على اسم. يعني مع الاسف، لكن طبعا الشناوي، محمد الشناوي، انا بعتبره هو رجل الموسم واحسن لعيب السنه دي في الدوري والموسم الماضي كمان، يعني الموسم الماضي والموسم ده استكمالا ليه. ويعني الثلاث خطوط الباقيين يعني عارف بنبدا نحسس كده يعني المستويات متقاربه جدا، ما فيش حد فارق قوي يعني. يعني شايف يمكن علي معلول. علي معلول من ضمن الحاجات برضك اللي عملت طفره بشكل كبير جدا السنه دي مع النادي الاهلي. يعني مصطفى محمد في الزمالك كفرود واعد، احنا برضك المكان ده يمكن يعني بلغه الكوره يعني بقى شاحح قوي عندنا. مش نتمنى طبعا يظهر لنا اكتر من عنصر. يعني عايزين حاجه مثلا زي عبد الله السعيد، زي وليد سليمان، نرجع تاني يبقى عندنا بلي ميكر على اعلى مستوى. طب كابتن صحيح بسبب الغيابات المؤثرة في الدوري الموسم ده، ويمكن التقرير حتى يعني ذكر النهارده موسيماني اضطر انه يلعب بحمدي فتحي في قلب الدفاع، وعايزه حضرتك تقيمني التجربة دي، هل تألق في المركز ده حمدي فتحي اضطر انه يلعب بيه اكتر من مرة في اكتر من مباراة، وهو عشان عنده ادوار دفاعية. أيوه. وهو قريب من الخط ده. فلما برجعه ورا شوية بيقوم بنفس الدور، لكن يعني المكان ده بيبقى يعني عايز تركيز اكتر وعايز حس اكتر، لكن انا لما ببقى في نص الملعب بيبقى لان خطا المدافع بيبقى قريب من الشناوي قوي. ايوه. فهو بيحاول يا عيني انه يلعب على قد ما بيقدر في حته الامان، لكن هو ما عندوش المقاومات ان هو يجيد العاب الهواء ويفضل ينط وعنده الانتضاد والحاجات دي، لكن هو بيحاول يأديها. الحاجه بتميزه بقى ان هو لما بيقطع هو لعيب كوره. فبيقدر يبني لنا هجمه مفيده، هجمه مميزه. لكن هو حمدي طبعا من اللعيبه، طبعا حمدي لعيب كويس، لكن انا بتفق مع حضرتك انه ممكن لو في ظرف استثنائي اخر 10 دقائق يرجع كسرديباك، لكن كمهمه كسرديباك يعتمد عليه مشقه يعني فيها مشقه بشكل كبير، هتبقى بالنسبه له صعب. وكمان حسينا ده في بعض المباريات ان هو يعني بتحس انه زي ما انت بتقول لما بتحس ان الجون وراك على طول. طبعا مسؤوليه، بتبقى نيرفس شويه وعصبي. فدي لكن يعني كنا بنتكلم مع عمرو وحاجه حضرتك برضو قطاع الناشئين دي المهمه بقى الاساسيه اللي جايه ان شاء الله. وكان كنت بتكلم مع عمرو ان العلاقه ما بين المدير الفني الفريق الاول ومدير خاصه مدير القطاع الفني لقطاع الناشئين او مدير الفني للفريق الشباب لازم يكون علاقه مباشره. حضرتك شايف العلاقه دي ازاي، وانت كمان بتنفذها في كمان في الانتاج الحربي بانهي شكل؟ انا عجبتني الحلقه بتاعت ربيع معاكم الورشه الصنايعي يعني بلغه الكوره. يعني احنا هاني يعني مش عشان احنا اولاد النادي الاهلي، التملي اولاد النادي الاهلي صناعيه يعني حرفيين.
احنا عندنا الجديد طول عمرنا، طول عمرنا النادي الاهلي عنده الجديد بالنسبه للفسيولوجي، بالنسبه لعلم التدريب، بالنسبه للمدربين اللي بيستخدمهم على اعلى مستوى، فتملي الجديد. فجميع الانديه عارفه النادي الاهلي ده مؤسسه كبيره جدا كلهم بيتعلموا منه. فالنهارده لما ولادنا النهارده زي ما ذكرنا ده في المصري وده في الاتحاد وده في المولين وده في الانتاج وده في الاسماعيلي، ده كل ده هادي انا في رايي بيعود على الكره المصريه، لان المدربين النادي الاهلي بيحبوا النجاح وعندهم شيء من الصبر، وبعدين عندهم من العلم، وبعدين عندهم من الخبرات، اذا كان هو كلاعب او كاشتغلوا مع مدارس اخرى تفيدهم بشكل كبير. فاللي قاله ربيع مع حضراتكم ده نموذج كنا نتمنى ان كل نادي يعني يبقى موجود فيه عنصر كرئيس قطاع او كمدير فني للشباب او كمدير فني للبراعم تحت، يبقى فيه الورشه دي في الشغل ده. يعني انا لما رحت الانتاج الحربي طلبت منهم 5 سنين استراتيجيه. برافو عليك. الخمس سنين دي اخر سنه اطالع للفريق الاول، لكن اصراري وعزيمتي وشغلي وتواجدي خلال 24 ساعه كل يوم الاستراتيجيه اتحقق منها خلال السنتين اللي انا كنت بسعى عليه، ان انا دلوقتي عندي 6 طلعوا مع كابتن مختار. ايوه. 6 لعيبه من قطاع الناشئين. 3 99 و3 من 2001. فضعفت الشغل السنه الثالثه اهي، ضعفت الشغل، بقيت ادور على يعني افكار خارج الصندوق عشان اقدر افيد بيها المؤسسه اللي انا حسب الامكانيات المتاحه. بالظبط. بالظبط. لكن هاني تاكد ان انا رئيس قطاع ناشئين، اتمنى يعني اعرف رؤساء قطاعات الناشئين، يعني المكتب بياخد حيز منه، الجانب الاداري بياخد حيز منه، انا رايح للملعب مش رايح للمكتب، فانا موجود مع كل المراحل السنيه. لانك انت بتتابع فنيا المدربين وماتشاتهم وطرق اللعب وكل حاجه، كل حاجه. لان ايه؟ لان قطاع الناشئين يا هاني انا من زمان كنت شايف ان قطاع الناشئين مظلوم جدا ومحتاج يا عيني طفره اداريه وفنيه بشكل كبير. فانت النهارده لما عندك هاني رمزي رئيس قطاع الناشئين او مارم او ربيع سين، فانت معاك قيمه وقامه، محتاج انك انت تستفاد من الخبرات دي بشكل كبير. بالظبط. فالنهارده انا بحط برامج، واخد بالك، لقطاع البراعم، حط برامج لقطاع الناشئين، بنحاضر للمدربين. برافو عليك. طبعا عشان توصل له محاضرات نفسيه زي ما ربيع قال، وفسيولوجيه وتغذيه وطرق لعب. يعني مثلا يا هاني تخيل انك انت من سن 2012 فرق البراعم الخمسه اللي موجودين اللي بيلعبوا دوري البراعم، دوري البراعم، التكتيك بتاعهم الباص والتحرك. الباص والتحرك كويس. هم ليهم برامج بيشتغلوا عليها على حسب المرحله السنيه الفريق الاول. على حسب المرحله السنيه اللي هو بيمر بيها. بالظبط. فالنهارده بتقعد تحاضر بقى للمدربين في الجزئيه دي، اشتغل معاهم الوحدات التدريبيه، واخد بالك، والوحده التدريبيه في الاستماره استمارات هيعملها ازاي، وممكن نغير جزء من التدريب، يبقى عندنا مرونه في جزء من اللي هو محضره لو هو شاف وشاركني معاه. فاللحمه دي والثقه دي والتكاتف ده تاكد وصلت بينا مرحله ان احنا يعني بدانا نقول من الاهلي، وبدانا نقول من الانبي، وبدانا نقول من فرق تقيله. بالظبط. فالعمليه محتاجه بس شغل، في جهد واضح. ايوه. في ضمير، ومحتاجه ضمير، في ضمير. تاكد انا لو نجحت في قطاع الناشئين في نادي الانتاج الحربي هعدي اللي جنبي بالنجاح، وبعدين اللي جنبي هيعدي اللي جنبه بالنجاح، يبقى عندنا قاعده جميله جدا من قطاع الناشئين نقدر نغذي بيها المنتخبات. اللي الراجل بيشتكي، يعني انا شايف كابتن ربيع معاكم قاعد يشتكي يعني مرارة الشرعيه من فتره طويله جدا يا كابتن. اللي بيحصل معاه ده من فتره طويله جدا، مش من امبارح. مش من امبارح يعني عنده مشاكل لا حصر لها. كابتن ربيع ياسين بيقول لك انا بنفسي يعني ما اقدرش اتخلى عن المسؤوليه دي لانها مسؤوليه وطنيه. دايما بيوصفها بكده يعني. بالزبط. حتى النشيد الوطني اللي بيسمعه للولاد قبل التدريب في كل تمرين. بالزبط. فده يعني انا بحسكم اكسبشن يعني. انتوا ناس استثنائيين جدا يعني. يعني هو كمان في العامل النفسي بيخش مع الولد عن طريق والدته ووالده اللي هم مسؤول الاعلى، وبعدين النجم اللي هو بيحبه. يعني شوف وصلت الدراسه لايه، ان بقى المدير الفني بيخش مع اولياء الامور
طبعا ده شيء مهم جدا في زي ما بنتكلم كابتن في المراحل السنيه دي بيبقى العلاقات او المعنويه دي بتبقى بتاثر عليه اكتر من الملعب يعني جداً. ممكن انا ببقى قريب من الولد وعلاقتي بيه كويسه فلما اقول له حاجه في الملعب هو كمان ينفذ اكتر ويبقى عنده دافع اكتر يعني فكل دي حاجات ايجابيه بس انا اللي يعني انا صعبان فعلا عليا كابتن ربيع لاني بيعمل شغل الانديه يعني لو حضرتك بتشتغل نفس الشغل ده ويعني اللي بتشتغله في الانتاج الحربي وكل المدربين بيشتغلوه في الانديه كابتن ربيع هيجيله اللعيب جاهز صح جاهز يقعد معاه خمس ايام يبقى هي دي مرحله دي هو فعلا ده مدير فني للمنتخب لكن الله يكون في عون كابتن ربيع بيشتغل شغل الانديه بالظبط فهو اللي بيعمل معسكرات طويله وانا هقول لك حاجه هادي الموضوع صعب بصراحه جدا. يعني الموضوع صعب بصراحه اولا المدرب بتاع المراحل السنيه هو مظلوم كمان خد بالك من التقييم المادي يعني يعني الرواتب تحت في جميع الاجهزه الفنيه على مستوى مصر كلها ضعيفه جدا فهيضطر في بيت مفتوح وعنده عيال ودروس خصوصيه هيضطر ان هو يضرب الساعه ونص عندك ويجري عشان عنده اكاديميه عنده بقى برايفت عنده برايفت بالظبط يعني انا عايز اقول لك ان انا بقابل الحاجات ديت بشكل كبير جدا وبعاني منها وبعد مع المسؤولين بحاول اتكلف الجزئيه دي يا جماعه لازم نزود المدرب ده عشان يقدر يدينا لان انا لوحدي مش هقدر اعمل حاجه يعني هو كمان بيساعدني مع اولياء الامور كمان خد بالك لينا دور كبير جدا مع اولياء الامور صحيح حته المساعده كابتن انا استاذن حضرتك في حاجه ان احنا الملف ده نتكلم فيه لان ملف مهم جدا ونحط حلول ونحط افكار ليه ما يكونش فيه سبونسر حتى لقطاع الناشئين سبونسر معين ليه ما يكونش فيه يعني نوفر الجزئية دي لأن حضرتك بتتكلم على مادة أساسية طالما المدرب للولد الصغير مش قادر فمش بالزبط. هيعرف يوصل وبالتالي هيضيع مننا مواهب كتيرة يعني بالظبط فيعني إن شاء الله نستفيد من خبرات حضرتك أكيد يعني إن شاء الله في حلقات جاية بإذن الله شكرا حبيبي شكرا 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 جزيلا شكرا نورتنا في البيت الكبير مشاهدينا دي كانت حلقتنا في البيت الكبير ليوم الخميس يوم الأحد نلقاكم إن شاء الله على خير من 10 ل 1 شكرا